السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بكم أعزائي الحضور في محاضرة أخرى مقدمة من الفرع الطلابي. أعرفكم عن نفسي، معكم أحمد ولي، طالب سنة رابعة في جامعة البصرة للنفط والغاز، ونائب رئيس الفرع الطلابي جمعية مهندسي النفط العالمية في جامعة البصرة للنفط والغاز. سأكون المديريتور إن شاء الله لهذا اليوم مع الطالبة فاطمة عزيز، طالبة في مرحلة رابعة في جامعة البصرة للنفط والغاز، مسؤولة النشاطات الاجتماعية في الفرع الطلاب. يسرنا تقديم المحاضرة الثالثة من كورس بعنوان Wireline Operation and Comment. محاضرة اليوم الأستاذ سيد أمير، يعمل كـ Subsurface and Integrity Operation Lead في شركة أمل البترول. أهلا وسهلا بك أستاذ. نقدم لكم البعض من خبرة الأستاذ أمير. حصل على درجة بكالوريوس في هندسة البترول والغاز الطبيعي. عمل كفيلد انجينير في شركة وذرفول الحفر العالمية. عمل كرئيس قسم الإنتاج في شركة دسوك النفط في مصر. كذلك عمل كمهندس آبار إكمال آبار في شركة سوكو للنفط في مصر. أيضا عمل كمستشار مهندس نفط في شركة بتروجيستكس في المملكة العربية السعودية. وأيضا قام بتقديم أكثر من 500 كورس تدريبي في مجال النفط والغاز، ومستشار فني في جامعة الأزهر. الرجاء الانتباه على أن الأسئلة ستكون أما عن طريق الشات بوكس أو باستعمال علامة الرايز هاند في نهاية السيشن. والآن باسم الفرع الطلابي جمعية مهندسين النفط العالمية في جامعة البصرة للنفط والغاز، أرحب بجميع الحاضرين وبالأخص أستاذ السيد أمير. الآن مايك معك أستاذ، أهلا وسهلا بك، تقدر تفضل شير الشاشة. شكرا جزيلا يا هندسة، السلام عليكم جميعا يا شباب. عليكم السلام. احنا طبعا تعرفنا على بعض السيشن اللي فات، السيشن الخاص بالويل انترفينشن اوبريشن. اتمنى بس الصوت يبقى كلير للناس كلها، لو في حد عنده اي مشكله في الصوت فخلينا نحلها مع بعض. نعم استاذ، الصف واضح. جميل جدا. والشاشه كده، انا المفروض ان انا السكرين شيلد، لو في حد عنده مشكله برضه في الشيرنج او تردد صوت او حاجه. واضح واضح. جميل جدا. طيب ان شاء الله يا شباب، بس احنا السيشن بتاعتنا هتمشي بسيستم كل نص ساعه ان شاء الله، هنحاول ان احنا نقف لمده دقائق كده، نشوف لو في حد عنده اسئله او حد عاوز يعلق على حاجه. هنفتح المايك للناس اللي حابه انها تسال اي سؤال. في نفس الوقت وانس ان انت عندك اي سؤال في اي وقت تقدر انت تسيبه في الشات بوكس، انا شايفه باستمرار. ان شاء الله احنا السيشن بتاعتنا النهارده زي السيشن اللي فاتت هتكون مينلي بالعربي. عارف ان احنا معظمنا العربي هيبقى افضل بالنسبه لنا تماما. ان شاء الله هنتكلم في الواير لاين اللي يمكن سمعته كتير، لكن ان شاء الله هنحاول ان احنا نتكلم فيه النهارده بشكل مختلف شويه، ونبدا ان احنا نضيف معلومات جديده ليكم، واستفيد منكم بعض المعلومات اللي اكيد هسمعها منكم. رجاء ما تترددش ابدا ان انت توقفني في اي وقت وتسال، او على الاقل سيب السؤال في الشات بوكس، كده كده هبص عليه وهنجاوبه سوا. شكرا جزيلا لحضوركم جميعا النهارده، واتمنى السيشن اللي فاتت تكون كان يعني اندرستود تمام من كل الناس. اي سؤال زي ما اتفقنا، حفر، دريلنج، بروسيس، حتى وان كان ريزرفوار يعني، ولو كان مش شغلي، لكن اتمنى ان انا اسمعه منكم، هيضيف ليا كتير اكيد.
ان شاء الله النهارده هنتكلم عن واحده من التكنيكس الثلاثه او الاربعه اللي بنستخدمهم في الورك اوفر والويل انترفنشن اوبريشن. وهو يديش برجعنا حكي قلتي وهو الواير لاين اوبريشن او الواير لاين اكويبمنت والاوبريشن. طيب الفكره كلها يا شباب زي ما اتفقنا احنا عندنا في اكتيفيتيز كتيره جدا بتتم بعد انتهاء عمليه الحفر على البير. الاكتيفيتيز دي بتتضمن ان انا بعمل ريميديال اوبريشن او عمليه معالجه معينه لبعض المشاكل الميكانيكيه او المشاكل الفيزيائيه اللي موجوده في الابار، واستفدنا فيها كتير جدا في السيشن اللي فاتت. في نفس الوقت انت تقدر انت ترجع للفيديو للناس اللي ما حضرتش معانا الويل انترفنشن، فهتكون اكيد موجوده على الويب سايت الخاص او اليوتيوب شانل الخاصه بالشابتر، وفي نفس الوقت موجوده على القناه بتاعتي على اليوتيوب، هي دي القناه. من حظي السعيد ان انا اشتغلت فتره كويسه في الويل انترفنشن واختلطت كتير جدا بوحدات الواير لاين والسليك لاين وعملت اكتيفيتيز كتيره جدا. ان شاء الله كلكم باذن الله في وقت قريب كلكم تكونوا متخرجين وبتعملوا الاوبريشن دي وتستفيدوا من خبره الهاندز اون اوبريشن، او ان ايدك تكون في الشغلانه وتشوفها بعينك. اكيد هتلاقي الموضوع مختلف تماما في الاكتيفيتيز دي. طيب احنا النهارده هنتكلم في كام نقطه سريعه كده، ان شاء الله مش هنطول عليكم. مده المحاضره هتكون وزن مثلا ساعه ونص، ومعانا نص ساعه بنستقبل فيها الاسئله بتاعتكم. الواير لاين موضوع كبير بياخد وقت، بس ان شاء الله نحاول ان احنا نلم كل المعلومات الممكنه فيه وناخد اكبر قدر من المعلومات في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله. هنتكلم عن يعني ايه واير لاين اصلا، هنتكلم كمان في الانواع بتاعه الواير لاين او الكيبل مانجمنت. هل انا عندي نوع واحد من الكابلات او الاسلاك اللي بتنزل البير عشان انها تعمل ويل انترفنشن؟ اكيد لا، عندي اكتر من نوع. هنتكلم عن كل نوع منهم، ايه الفرق ما بينه وما بين التاني، وايه هو قدرات النظام ده على انها تعمل حاجه معينه في البير. هنتكلم على الاوبريشن ريكويرمنت، ايه اللي انت محتاج ان انت تكون جاهز معاك، ايه الداتا اللي انت محتاجها، ايه التولز او الاكويبمنت اللي انت محتاجها قبل ما تعمل جوبايت واير لاين. اكيد مش هروح اعمل جوبايت واير لاين وانا اعمى ما شفتش حاجه في البير، ما اعرفش ايه التولز اللي في البير، ايه الاكويبمنت، ايه الدبسات، يعني تفاصيل هنبدا ان احنا نبص عليها ونناقشها مع بعض. هنتكلم عن واحده من اهم واخطر الاساسيات بتاعت الاكويبمنت دي، وهي الويل انترفنشن بريشر كنترول. ما تنساش احنا النهارده بنتعامل مع بير لايف، بير فيه غاز، فيه اويل، الضغط بتاعه عالي جدا، هيدروكربون سهل جدا ان هو يشتعل في اي لحظه. فلو ما كنتش بتعمل جود مانجمنت لعمليه البريشر كنترول، فصدقني يعني هتخسر، ممكن تخسر ناس، تخسر عمرها بسبب مشاكل خاصه بعدم مثلا الاهتمام بالبريشر كنترول اكويبمنت. هنتكلم ايه هي اصلا البريشر كنترول اكويبمنت الافيلبل، ازاي ان احنا بنستخدمها، يعني هنشوف الفكره دي باذن الله مع بعض. هنتكلم كمان في الاكويبمنت الخاصه بالواير لاين. الواير لاين ده بيتكون من كام معده كده، في اجزاء منه بتكون موجوده على السيرفيس قدامك كده في الويل سايد، وفي اكويبمنت ثانيه بتكون موجوده في السب سيرفيس تحت في البير، انت ممكن بتبقى يا دوب بتشوفها كده لمده لحظات، بعد كده بتسقط في البير او بتنزل البير كده خلاص، حضرتك مش هتشوفها غير وهي عامله الاوبريشن بتاعتها وطالعه. طيب هنتكلم كمان عن حته اوبريشنال شويه مش هنشوفها في كتب، وهي ازاي ان احنا بنعمل راننج وبولينج للتول دي، ازاي بننزلها البير وبنطلعها من البير والبير اصلا في ضغط، اللي اكيد في ناس مننا كتير هتبقى بتحاول انها تسال نفسها. طيب اتفقنا الشات بوكس معانا في اي وقت، سيب سؤالك هيترد عليه اكيد، فما تحرمنيش من اني ابقى شايف اسئلتكم باستمرار، هياكد متابعتكم وفي نفس الوقت هنستفيد مع بعض جدا للاسئله اللي هتجيلنا على الشات بوكس. طيب خلونا نتكلم في البدايه عن يعني ايه واير لاين. بكل بساطه يا شباب، الواير لاين هي طريقه من الطرق المستخدمه. الصوت كده كان راح اكيد، بس كده رجع كده، الناس سامعاني صح؟ نعم استاذ. تمام طيب، فالواير لاين دي يا شباب هي عباره عن واحده من التولز اللي بنستخدمها عشان ان احنا نعمل ويل انترفنشن في بير. يعني ايه ويل انترفنشن؟ اتكلمنا زي ما اتفقنا فيه المره اللي فاتت، لكن عندي بير لايف. كلمه ويل انترفنشن دايما بتيجي مع بير لايف. بير في لحظه ممكن ان هو يطلع عليك كيك او يطلع عليك جاز او يعمل بلو اوت او يعمل لي كيك، فالبير بتاعي لايف فيه هيدروكربون
ما فيش حد بيتحكم فيه، نفسه ان هو يوصل لك على السيرفيس باي طريقه، واحنا بنعمل ويل انترفينشن على البيل ده عشان ان انا اصلح مشكله حصلت في البيل، او ان انا اركب اكويبمنت جديده، او ان انا اعمل وايد رينج اوف اوبريشن اند اكتيفيتيز هتتعمل في البيل اللي احنا بنتكلم عنه. طيب زي ما انت شايف في تول كده موجوده هنا كده، في بكره، البكره دي احنا بنقول عليها درام، انا مش عارف للاسف هي في العراق ممكن المسمى بتاعها يكون ايه، لكن هي عباره عن درام. الدرام دي بيكون ملفوف عليها كده نوع من الكابلات، والكابل ده بيمشي اهو اهو، وبعدين يطلع في سيرفيس اكويبمنت خاصه بالواير لاين، حاجه بنسميها اللوبريكيتور، وبعد كده بيتربط على الكريسماس تري فلانش تو فلانش او كويك يونيون تو وات ايفر، المهم ان في كونكشن هنا ما بينهم. بعد كده خلاص التول اللي موجوده هنا جوه دي، وانس ان حضرتك بدات تريليز البكره دي، فهيبدا الفلو بتاع الاكويبمنت دي يبدا ان هو ينزل رانين هون. طيب ايه اللي احنا نقدر نعمله بالواير لاين؟ احنا اتفقنا ان كل واحده من الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده الخاصه بالويل انترفينشن ميثود زي الواير لاين، الكويل تيوب، السنابنج يونت، الهيدروليك ورك اوفر، كل واحده من الاكويبمنت دي ليها اكتيفيتيز معينه تقدر تعملها. في حاجات الواير لاين ما تقدرش تعملها، في حاجات كتيره جدا الواير لاين تقدر تعملها. كل الميكانيكال اكتيفيتيز غالبا بتتعمل عن طريق الواير لاين او السليت لاين. ان انا اعمل انستوليشن او ريتريفنج للسيفتي فالف، السيفتي فالف واحد من الاكويبمنت الموجوده في الداون هول واللي بنستخدمه عشان احنا نكنترول الفلو بتاع البير لا قدر الله في وقت الحرائق، في وقت الدامج للكريسماس تري. فبيبقى في الوقت ده افضل الحلول ان انا لو حصل دامج او ان الفالف اللي هو اللي موجود على عمق تقريبا 50 60 متر ل 100 متر، ممكن يعني ممكن يوصل لحد 100 متر، السيفتي فالف ده وهو موجود في التيوبنج او موجود في البير ممكن يحصل له دامج، فبضطر ان انا انزل اعمل له ريتريفل اشيله واعمل انستوليشن لحاجه جديده، انزل سب سيرفيس سيفتي فالف جديد واشيل السب سيرفيس سيفتي فالف القديم. اقدر ان انا اعمل الكلام ده عن طريق الواير لاين اللي احنا بنتكلم عنه. في وقت من الاوقات ممكن حضرتك تبقى محتاج، خلونا نعلم بالقلم بقى. طيب اتكلمنا كده عن الاولانيه دي، تعال نتكلم على سيتنج وبولينج للبلجز. في بعض الاوقات انت بتبقى محتاج ان انت تنزل بلجه في البير عشان تقفل البير، بلجه دي يعني تنزل في تيوبنج جوه تيوبنج بتول كده معينه تقفل بيها البير من تحت، حاجه اسمها تيوبنج بلج. اقدر ان انا اعمل الكلام ده ازاي؟ اقدر اعمله عن طريق السليك لاين، انزل جوه البير اسيب البلجه كده تحت في البير اقفل بيها التيوبنج تماما واطلع خلاص تاني من غير اي مشكله. اقدر كمان ان انا في تول في الويل كومبليشن اكيد انتوا عرفتوها اسمها السايد سلايدنج دور او السايد سلايدنج سليف او الشباك اللي بيكون موجود في التيوبنج اللي احنا بننزل نفتحه ونقفله عشان ان احنا ننتج نقتل البير او ان احنا نعمل كومينج البرودكشن او ان انا انتج من طبقتين مع بعض او ان انا اقفل طبقه وافتح طبقه. ده حاجه من الكومبليشن اكويبمنت اسمها الاس اس دي، ودي تقدر ان انت تنزل تفتحه وتقفله عن طريق الشيفتنج تول الخاصه بالواير لاين. في بعض الاوقات زي ما اتفقنا في السيشن بتاعتنا اللي فاتت بيبدا يتراكم بعض انواع من الساند والسكيل والكيميكال والاملاح اللي شفناها اكيد، بتبدا تتراكم على التيوبنج من جوه، فبيبقى ببقى محتاج ان انا اعمل لها ميكانيكال ريموفل، وببقى ساعات محتاج ان انا انزل اجيب عينه منها، فاقدر ان انا عن طريق حاجه اسمها ساند بيلر اقدر ان انا انزل في البير بالواير لاين او بالسليك لاين واقدر ان انا انزل اجيب عينه منها واطلع. في وقت تاني مفيش بير في العالم ما بتعملوش برفوريشن، كل الابار لازم ان انا بعمل لها برفوريشن، ايفن حتى البرفوريشن ده اللي هو التثقيب، ف ايفن حتى ان التيوبنج البير ده اوبن هول برضه بعمله برفوريشن في الغالب. فالبرفوريشنز دي بعملها ازاي؟ بعملها عن طريق ان انا بنزل بالكتريكال لاين كيبل في كهرباء اقدر ان انا انزل بيه اعلق عليه جن مدفع وانزل بيه جوه البير وابدا ان انا اعمل برفوريشن للزون دي او للطبقه اللي فيها الاويل اند جاز. طيب في وقت من الاوقات ببقى محتاج ان انا انزل ميموري جيج في البير. ايه هو الميموري جيج؟ اتكلمنا عنه برضو ان هو تول بتقدر تسجل بريشر تمبريتشر فلو، تقدر انها تسجل لي بعض الداتا الخاصه بالداون هول عشان ان انا اعمل منها الاي بي ار الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب، بقدر ان انا اقيس منها الريزرفوار بيرفورمانس، هل في عندي ميه في البير ولا ما عنديش، هل في عندي ليكويد لودنج ولا لا، الليفل بتاع الليكويد الموجود في تيوبين، كل ده المفروض ان انا بعرفه عن طريق
الميموري جيج، وده بعمل له راننج في البير واطلعه من البير عن طريق السيك لاين. يعني السيك لاين من الاخر هو العربيه اللي بتشيل الناس او السياره اللي بتشيل الناس تنقلهم من مكان لمكان. فاحنا الواير لاين بالنسبه لنا، الواير لاين بالنسبه لنا هو عباره عن التول او الوسيله اللي هتمكنني من ان انزل اعمل حاجه في البير واطلع، اعمل بيرفوريشن واطلع من البير، اعمل سيتنج البلاج واطلع من البير، انزل بميموري جيج واطلع من البير، وهكذا. حاجات كتيره جدا هي تقدر انها تشيلها وتنزل تعملها لي في البير عن طريق ميكانيكال اكشن او حتى الكتريكال اكشن، عن طريق سيجنال كهرباء او عن طريق ميكانيكال اكتيفيتيز كده، عن طريق ميكانيكال جار. طيب اقدر ان انا في الابار اللي هي بتنتج عن طريق الجاز ليفت اللي بنحتاج لها وسيله رفع صناعيه وهي الجاز ليفت او حقن الغاز في الانيولوس، الحقن ده بيتم عن طريق حاجه اسمها السايد بوكيت ماندريل وحاجه اسمها الجاز ليفت فالف. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ان احنا نشيل الجاز ليفت فالف ده وننزل بتول، قلتها لكم المره اللي فاتت لو في حد يقدر يفتكر اسم التول اللي بنستخدمها عشان ان انا اعمل انستوليشن للجاز ليفت فالف. اتمنى لو في حد معانا المره اللي فاتت لسه فاكرها يعمل يكتبها لنا في الشات بوكس يبقى كتر خيره. يعني دي تول بستخدمها بالواير لاين، هوريها لك النهارده ان شاء الله. ببدا ان انا انزل بيها شايل معايا الجاز ليفت فالف وانزل اعمل له انسرشن او انستوليشن جوه السايد بوكت ماندل الموجود في التيوبنج سليك لاين يوزنج. لا هي قربنا جدا يا هندسه، بس هي مش كيك اوف تول، هي كيك اوفر تول. كيك اوفر، كيك اوفر تول دي واحده من الاكويبمنت المشهوره جدا في الاندستري بتاعتنا او في الواير لاين اكويبمنت، لكن هي كيك سوري اوفر، كيك اوفر تول. وهي دي الاكويبمنت اللي تقدر انها تعمل لي الاكتيفيتي دي بسهوله جدا في الواير لاين اوبريشن. طيب اقدر ان انا انزل لما التيوبنج يحصل فيه دامج او يحصل فيه سكيل بيلد اب والقطر بتاعه يضيق نتيجه ان فيه تراكم املاح جوه التيوبنج، فببدا ان انا انزل البيل ده عن طريق حاجه اسمها الجيج كاتر او الجيج رينج او الدامي رن. كل دي مسميات لنفس الحاجه، دامي رن، جيج كاتر، جيج رينج، وات ايفر. هي في النهايه هي نفس الاوبريشن، ان انا هنزل البير عن طريق جيج تول وابدا ان انا اشوف هل الجيج تول بتاعتي دي هتقدر تعدي من تيوبنج ولا لا، وهوريك كل الكلام ده النهارده ان شاء الله في السيشن بتاعتنا. في بعض الاوقات ممكن حاجه تقع في البير، بعض الاكويبمنت تتكسر وتقع في البير، حاجه تقع مني انا وانا بعمل اي اكتيفيتيز في البير، الواير لاين نفسه اتقطع واحنا شغالين، حصل له كات اوف وقع في البير. طيب هنعمل ايه؟ لازم ان انا انزل اعمل له فيشنج او اصطاده من البير عشان ان انا اضمن ان الاوبريشن او الانتاج يفضل شغال بشكل سليم لاطول فتره ممكن. طيب ساعات برضو خلينا اخر نقطه اللي هي رقم 10، اقدر ان انا انزل اعمل تاجنج للتوتال ديبس، حاجه بنسميها البلاك باك توتال ديبس. ساعات بيبقى عندي التيوبنج بتاعي عاوز اعرف العمق بتاع البير ده اخره كام. ما تقوليش من عندي داتا، انا ممكن ساعات ما يبقاش عندي داتا. في بعض الابار مثلا مش انت اللي حفرتها، الشركه بتاعتك مش هي اللي حفرتها وما عندكش يعني داتا انف ان انت تعرف الدبس بتاع البير قد ايه. فببدا ان انا انزل بالواير لاين عن طريق تول انزل اتيج على الدبس. يعني ايه انزل اتيج على الدبس؟ يعني انزل اكونفيرم هل الدبس بتاع البير ده هو العمق اللي احنا عارفينه ولا اكتر ولا اقل. طيب خلونا نبدا نتكلم عن القدرات بتاعت الواير لاين زي ما اتفقنا. احنا اتفقنا ان معظم الاوبريشن اللي بتتم في الويل انترفينشن ممكن احتاج ان انا اقتل البير، لكن النهارده الجوبايه بتاعت الواير لاين جوبايه سهله جدا وبسيطه وتعتبر بالنسبه لي لايت ويل انترفينشن، حاجه خفيفه. يعني هعمل اكتيفيتي خفيفه وسريعه، انا بعمل ريج اب في ساعتين، ريج داون في ساعتين، الاوبريشن كلها بتستمر في البير برانين هول وبول اوت اوف هول في 4 ساعات، الجوبايه كلها ما بتاخدش نهار، يعني ما بتاخدش 12 ساعه. فبالنسبه لي هي جوبايه كويك، سريعه جدا، تكلفتها مش كبيره، يعني مش هقول لك اسعار، لكن هي احنا بنتكلم في انها تكلفه سريعه، يعني اللي هو يلا ننزل نرن حاجه في البير ونطلع ولا حاجه، الموضوع ما بياخدش وقت، ما بيضيعليش وقت كبير في الانتاج. ما تنساش كمان يا شباب ان الاوبريشن بتاعتنا مشكلتها ان انا لما بقفل البير ده فانا بحرم الشركه بتاعتي من الغاز والزيت اللي طالع منه ده، النهارده 12 ساعه ضاعوا من الانتاج وانا قافل البير. طيب لو انا بعمل جوبايه زي كول تيوب، لا هي تقيله شويه، ده انا محتاج ان انا اعمل ليج اب وليج داون ورانن هول وبول اوت اوف هول في يومين ثلاثه، فلا
دي هتاخد 3 ايام مثلا، لا، لكن انا عندي النهارده الواير لاين بنتكلم في انها حاجه هايلي موبايل، بتتنقل في نص ساعه ترك كده، بتشيل الاكويبمنت بتاعتي وتنقلها من بيد للتاني، في حين ان الكويل تيوب لا، ده هتحتاج وقت، في حين ان برليمه او ان انا انقل ليج عشان ان انا اعمل الاكتيفيتيز اللي انا عاوزها، انا بتكلم في اوبريشن ممكن تستمر اسابيع في ليج اب وليج داون، برليمه ريج. طيب فانا بحافظ على الانتاج بتاعي، وبالتالي انا ما بخسرش الانتاج بتاعي لوقت طويل. تاني حاجه انا مش محتاج اقتل البيل، فبالتالي البيل ده زي ما اتفقنا مفيش بيل في العالم بيتقتل وترجع تشغله وينتج بنفس الكفاءه، طالما قتلت البيل لمره واحده فاعرف ان كفاءه الانتاج بتاعتك هتقل، كميه الزيت والغاز اللي كنت بتاخدها من البيل قبل ما تقتل البيل اكتر بكتير جدا من بعد ما قتلته، وانس ان انت قتلت البيل، البيل مش هيديلك الانتاج بتاعك تاني، لكن انت بتبقى مضطر ساعات ان انت تقتل البير عشان ان انت تعمل اكتيفيتي معينه. طيب في نفس الوقت ما تنساش، اتفقنا الاكويبمنت بتاعته بسيطه جدا، هتفهمها النهارده وهتشربها كويس جدا، هتلاقي نفسك كل الاكويبمنت دي عندك لوجيك لكل حاجه، ليه دي نازله في البير ودي ايه شكلها وازاي الاكويبمنت دي بتنزل. هجاوبك على كل اسئلتك النهارده الخاصه بالنقطه دي. طيب اتكلمنا عن كل حاجه حلوه في الواير لاين، يلا نتكلم عن الحاجات الوحشه بتاعته، ايه مشاكله او ايه القدرات بتاعته، بتبقى محدوده امتى؟ زي ما اتفقنا هو سلك او كابل رفيع، قدرته على انه يشيل اوزان كبيره ضعيفه، فبالتالي عندنا مشكله في البريكج سترينث بتاعته، ما بيقدرش يشيل اوزان كبيره، ما يقدرش يشيل 10 طن مثلا، لا ده ما يقدرش يشيل الكلام ده، هو ليه قدرات معينه واوزان معينه بيزد على السايز والماتيريال بتاعت الكيبل ده. في نفس الوقت ما تنساش انا ساعات بحتاج ان انا اعمل روتيشن في البير، محتاج ان انا احفر حاجه، محتاج ان انا ابمب حاجه، لا ما تقدرش ان انت تبمب حاجه عن طريق الواير لاين، الواير لاين ده عباره عن سلك بس، فما فيهوش فراغ تضخ فيه، مش زي الدريل بايب او كول تيوب. ما تقدرش ان انت كمان تعمل روتيشن، الدريل بايب وكول تيوب تقدر ان انت تعمل بيها روتيشن، ما تقدرش تعمل الكلام ده عن طريق الواير لاين او السليك لاين. السليك لاين ده مصنوع من الماتيريال زي الستانل ستيل او بعض المعادن، والمعادن دي بتتاثر جدا لما تتفاعل مع الاتش 2 اس والسي او 2، غاز كبريتيد الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون والاسيدز والكلام ده، بيأثروا جدا في الستيفنس وفي الكروجن الاونس الخاص بالواير ده، فالواير ده للاسف بيبوظ من او بيحصل له دامج من الغازات دي او الاحماض دي. طيب الواير لاين كمان ساعات احنا في بعض التيوبنج يا شباب بنبقى عاملين له طلاء داخلي، طلاء يعني ايه؟ يعني بدهنه بماده معينه عشان ان هو ما يحصلوش كروجن. الاكويبمنت بتاعت الواير لاين وهي نازله جوه البير ممكن للاسف تعمل لي عمليه نحر او عمليه تعريه للطلاء اللي انت حاطه على البير ده، ففي الوقت ده بتبقى مشكله مش بسيطه. طيب خلينا نتكلم بشكل اوبريشن اكتر وندخل في الموضوع بشكل يعني بروفيشنال احسن. في شركات كتيرة جدا بتوفر خدمة الواير لاين، تقدر انها تعملي واير لاين بسهولة جدا، عندك في العراق وفي السعودية وفي مصر وفي كل الدول العربية تقريبا، أسامي كبيرة زي هاليبرتون، هاليبرتون عندها وحدات بتأجرها خاصة بالواير لاين والإي لاين والسليك لاين والكول تيوب، عندها التولز دي. بتسمع عن شركة شلمبرجر، عن شركة إكس برو، عن شركة أويل سيرف، عن المنصوري، عن إس جي إس، عن نس، كل دي شركات، عن ابيتكو طبعا، كل دي شركات تقدر ان انت عن طريقها تأجر منهم واير لاين تول، وتقدر ان انت تعمل من خلالهم تأجير للاكويبمنت دي عشان ان انت تنزل في البيل وتعمل الاكتيفيتيز اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب تعالوا نتكلم على الكيبل تايبس بقى، ايه هي انواع الكابلات اللي بنستخدمها؟ والله انا عندي النوع الاشهر والاكثر انتشارا واللي انت هتشوفه دايما هو السليك لاين، سنجل ستراند كده، كابل واحد كده بيبقى قطره صغير، يعني هوريك دلوقتي الاقطار بتاعته الموجوده في السوق، لكن بيبقى كابل رفيع زي ما انت شايف كده، مصنوع من الستانلس ستيل وبعض المعادن الثانيه اللي بتدي له طواعيه، بقدر ان انا اعمل بيه معظم الاكتيفيتيز البسيطه او السهله او الحاجات اللايت الخاصه بالويل انترفنشن، وشكله زي ما انت شايف كده بيبقى حاجه صغيره كده او سنجل ستراند زي ما بنقول. عندي الكيبل الاكبر شويه او القطر الاعلى شويه بقى ان انا اجيب مالتي ستراند منه، حاجه اسمها البريدد لاين، يبقى انا عندي السليك لاين هو اول نوع، عندي الحاجه الثانيه هو البريدد لاين. هو البريدد لاين ده هو عباره عن شويه كابلات مجدوله مالتي ستراند،
مجموعة من الكابلات المجدولة حوالين بعضها بتديني قطر يعني أكبر شوية وقدرة أعلى شوية على الشد. لو ده يقدر يشيل طن، ده يقدر يشيل 5 طن. لو ده اتقطع في البير بنزل إن أنا أجيبه عن طريق حاجة أقوى شوية منه، فممكن إن أنا أنزل أجيبه عن طريق البريدد لاين. عندي المايسترو بتاعهم كلهم بقى هو الإلكتريكال لاين. الإلكتريكال لاين ده هو نفس الكابل اللي أنت شفته هناك، مجموعة من السليك لاين مالتي ستراند أهو، لكن في النص بتاعهم كده او في السنتر هتلاقي عندك في كوندكتور او كابل كهرباء يقدر ان هو يدي سيجنال او ينقل سيجنال من داون هول للسيرفس او من السيرفس للداون هول. طيب استخدمه في ايه ده يا شباب؟ بستخدمه في الحاجات بتاعت البرفوريشن. لو انا بران برفوريشن او بعمل برفوريشن، فعندك الالكتريكال لاين ده هو المايسترو بالنسبه لك. لو نازل عشان ان انت تعمل ريتريف لبكر او تستخدم كيميكال كاتر او تستخدم ترانين هول عشان ان انت مثلا تشغل اي اكويبمنت فيها سيجنال كهرباء، محتاجه سيجنال كهرباء عشان تشتغل، فالكابل اللي هو الكهربي ده او الالكتريكال لاين او ساعات بنسميه الاي لاين، الاي لاين يعتبر بالنسبه لي هو افضل اوبشن. طيب زي ما انت شفت انا عندي اكتر من نوع من الكابلات، عندي سليك لاين وعندي بريدد لاين وعندي اي لاين. طيب انا بختارهم بيزد على ايه يا شباب؟ اول حاجه السليكشن كريتيريا بتعتمد على انا عندي وزن قد ايه هينزل البير. هل البلاجه اللي نازله البير دي وزنها نص طن ولا طن ولا 1000 باوند ولا 2000 باوند؟ الوزن بيلعب عامل كبير جدا، او الويت او اللود او الدايمنشن بتاع الاكويبمنت دي بتلعب دور كبير جدا في اختيار نوع الكابل. عندي كمان الفورسز اللي انا عاوز اعملها، لا انا خلاص شلت التول دي ونزلت بيها جوه البير، عاوز اعرف انا محتاج عشان ان انا اعمل لها سيتنج بقى في البيل، انا محتاج ان انا اعمل لها جار اب ولا جار داون، ولا ادق عليها اعمل لها هامرنج، ولا اعمل لها قوه شد كبيره، ولا اعمل فيها لاتش. انا نازل اعمل ايه بالظبط؟ يعني انا معايا تول وعاوز انزلها البيل، وزنها مهم جدا تعرفه، حجمها او الدايمنشنز بتاعها والقطر بتاعها والطول بتاعها والكلام ده مهم جدا نعرفه، الفورس اللي هتسيتها او تعمل لها ريتريف من البيل مهم جدا ان حضرتك تعرفه، التيوبنج اللي انت نازل فيه، الطريق اللي انت هتمشي جواه ده، انت هتنزل جواه تيوبنج محتاج ان انت تعرف ابعاده كويس جدا. الكروجن، هل انا عندي اتش 2 اس وسي او 2 عدو اللدود في اي اوبريشن؟ يبقى خلاص في طريقه لاختيار الكابل. طيب هختار الكابل ده، يبقى لازم هختار القطر بتاعه، هختار الويت بتاعه، الوزن بتاعه نفسه، البريكج سترينث بيتقطع عند وزن قد ايه؟ يعني الوزن ده لو زاد على الكيبل ده فالكيبل ده هيتقطع ولا لا؟ لو انا هستخدم الاي لاين فانا عاوز اعرف الاي لاين ده يقدر ان هو يديني سيجنال قد ايه، او يقدر ان هو يوصل كارنت قد ايه. في نفس الوقت الالاستيسيتي بتاعته، هل هو مطاوع ولا مش مطاوع ولا كده. طيب تعال ناخد اول واحد السنجل ستراند سليك لاين. احنا بعد 10 دقايق هنقف يا شباب نرد على اسئلتكم لو في حد جمع اسئله. فزي ما قلنا السليك لاين اللي هو السنجل ستراند اللي هو الكابل الكيبل الوحيد ده، الكيبل ده بستخدمه امتى يا شباب؟ بستخدمه طبعا ما فيهوش كهرباء، ما اقدرش ان انا اعمل بيه حاجه خاصه بكهرباء. اقدر ان انا استخدمه في اللايت فيشنج اوبريشن، استخدمه في الجيج كاتر لانينج، اقدر ان انا استخدمه عشان ان انا سيت بلاج وبكر واعمل لهم ريموفنج تاني من البير، اقدر استخدمه ساعات عشان اعمل ميكانيكال كليننج لبعض الكيميكال والديبوزيتس والحاجات اللي بتترسب على جدران التيوبنج، اقدر ان انا استخدمه عشان ان انا اشيل السيفتي فالف ورن السيفتي فالف. طيب بستخدم يعني بعمل الاكتيفيتيز دي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الميكانيكال جار او الهيدروليك جار، ده بيبقى عباره عن هو ده الهامر او هو ده الشاكوش بقى، او اللي احنا مش عارف بنسميه عندكم برضو الهامر او التول اللي هتعمل هامرنج على الاكويبمنت دي. اكتره بتبدا من 0.06 لحد 0.19. طيب كل واحد من دول يا شباب ليه وزن يقدر ان هو يتعامل معاه. يعني مثلا الكيبل اللي هو مثلا اللي هو الربع بو التمن بوصه اللي هو 0.125 ده يقدر ان هو يشيل لحد 1800 باوند، قسمهم على الاثنين يعني حوالي 900 كيلو جرام، يقدر يشيل طن اكويبمنت الوزن بتاعها طن. لكن احنا عمرنا ما بنوصل لحاجه اسمها التنسايل سترينس، او خلاص لو وصلنا ل 3200 الكيبل ده هيتقطع. ده شكل الكيبل زي ما انت شايف كده، بيبقى حجمه صغير كده، لكن التمن بوصه ده لوحده يقدر ان هو يشيل 1000
و800 باوند، 900 كيلو جرام من الايكويبمنت. طيب احنا دايما الرقم ده بيبقى عباره عن تقريبا 75% من التنسايل سترينث بتاعه، يعني الكيبل ده لو يتقطع عند 3200 باوند، لو شال وزن 3000 باوند هيتقطع 1500 كيلو 1600 كيلو. فعشان كده احنا ما بنوصلش الرقم ده، ودايما بنبقى اقل منه كتير، بنبقى تقريبا 75% من الريتد بريكج سترينث. فبنشيل حوالي 1800 كيلو جرام وهكذا بيزد على الكيبل بتاعك نوعه ايه. مش بس كده، الكيبل ده نوعه السايز بتاعه كام، الوزن بتاعه قد ايه، يعني ده مثلا الكيبل اللي هو ال 0.125 يقدر زي ما اتفقنا يشيل لحد 3200 لكن هيتقطع. فعشان كده احنا بناخد 75% منهم اللي هم تقريبا اراوند 1400 كيلو او حاجه كده، يعني هو واخد 50% بس منهم. وهكذا بقى هتلاقي انواع كتيره من الكابلات بيزد على الماتيريال بتاعته، ده ستانل ستيل 316، ده برايت ستيل، ده مش عارف اس يو بي اي، كل واحد منهم عباره عن ماتيريال مختلفه عن التاني. وده شكل الكيبل عشان حضرتك تبقى مميزه كويس جدا، واكيد شفته في حياتك اليوميه زي ما انت شايف كده، قطر الكيبل ده يعني بيوصل لحد تون بوصه، وبيكون قوي جدا ان هو يعمل لي الاكتيفيتيز اللايت السريعه زي ما انت شايف. هو ده الكيبل بتاعنا، بيبقى ملفوف بالشكل ده على درام، وتقدر ان انت وانس ان انت حركت الدرام فتقدر ان الكيبل يبدا ان هو يتحرك بسهوله جدا. الكيبل التاني اللي مش مشهور قوي لكن بنستخدمه لما بتحصل مشاكل، هو بيبقى معقد شويه، اتقل شويه من الكيبل اللي هو اللي فات، لكن بيبقى مجموعه من السرندات او الكابلات المجدوله حوالين بعضها عشان ان هو يعمل لي هاير تنشن ان كيس ان انت محتاج ان انت تشد بقوه اكبر او تشيل اكويبمنت طولها اكبر وزنها اكبر، فبنبدا ان احنا نستخدم البريدد لاين. طيب البريدد لاين ده في منه سترونج جدا يقدر ان هو يشيل لحد 3500، لكن مشكلته الوحيده يا شباب ان احنا واحنا شغالين بيه ما بتبقاش حاسس بالوزن بتاعك شويه، لان الكابل ده ناشف شويتين، فبتلاقي الدنيا فيها شويه مشاكل في حته انك مش قادر ان انت تفيل او تحس بالطول والسبيد، يعني بيبقى تقيل شويه. قطره 3 على 16، 7 على 32، ربع بوصه، 5 على 16، كل واحد من دول زي ما اتفقنا هو ده شكل الكيبل ده كده يا شباب، ده كيبل البريدد لاين بتاعنا. وزي ما اتفقنا بستخدمه في الهيفي اوبريشن شويه، شكله حتى زي ما انت ملاحظ كده كيبل كده تخين شويه او القطر بتاعه اكبر من السليك لاين. تعال نشوف المايسترو بتاعهم وهو الكيبل الاي لاين. الاي لاين هو كيبل مالتي ستراند عادي جدا، لكن في من جوه كورد او كوندكتور، كيبل فيه كهرباء، الكهرباء دي تقدر انها توصل من السيرفس لتحت في داون هول. بقدر ان انا استخدمه عشان ان انا انزل بيه الالكتريكال باكر، في انواع من الباكرز بتبقى بنعملها سيتنج وريتريفنج عن طريق الالكتريكال سيجنال. في بعض الباكرز الثانيه بتبقى محتاجه انها تتقطع من البير او نشيلها من البير، نعملها ان سيت للباكر. خدوا بالكم من المصطلحات دي هتسمعوها كتير جدا، حته ست وان ست ورن هول، هو ده اللغه اللي احنا بنتكلم بيها في الفيلد. فعشان تست بكر في البير، تنزل بكر البير، بستخدم الاي لاين. عشان تريتريف او تكت اوف البكر من البير، ممكن استخدم حاجه اسمها الكيميكال كاتر او الميكانيكال كاتر اللي بيبقى نازل اوريدي على الالكتريكال لاين. طيب بيديني ريل تايم كوميونيكيشن مع السيرفس، يعني ايه؟ يعني ممكن يكون نازل مع الاي لاين ده يكون في مثلا تول بتقيس البريشر في البير والتمبريتشر، اقدر ان انا اعمل بي برفوريشن، وبرفوريشن كمان ثرو تيوبنج، يعني انزل جوه التيوبنج اعمل برفوريشن، اقدر ان انا انزل اعمل بي لوجنج، اعمل بي سي بي ال، في دي ال، جاما راي، اقدر ان انا اعمل بيه كل انواع الويل لوجنج عن طريق الالكتريكال لاين ده. اقدر كمان استخدمه في حاجه اسمها الليك ديتكشن او البي ال تي برودكشن لوجينج تول، اقدر انزل اقيس السكنس بتاع التيوبنج، الكروجن ريت بتاعه، السايز بتاعه بيبقى في رينج من 7 على 16 ل 7 على 32 من البوصه. وده بيبقى شكل الكيبل اهو زي ما انت شايف، بيبقى الكيبل كده برضه نفس الفكره، لكن بتبقى الكيبل من بره ممكن يبقى ساعات متغطي بطبقه من البلاستيك او الرابر، وساعات بيكون مش متغطي بالشكل ده. وده شكل مثلا شركه شلمبرجيلي، يعني كاول تركات في العالم
او اي اول موبايل سليك لاين يونت في العالم تقريبا كان الشكل بتاعها بالشكل ده. وصلنا النهارده ده شكل الاكويبمنت او السليك لاين تول اللي احنا بنستخدمها في الاوفشور او في البحر، وساعات بنستخدمها طبعا في البرل يعني او في الانشور، بيبقى برضو الشكل بتاعها بالشكل ده، بتبقى واقفه كده على البلاتفورم قريبه من البير او من الكريسماس تري او الويل هيد، وتقدر انت تعمل بيها الاكتيفيتيز بتاعتك بسهوله زي ما انت شايف كده. التول بتبقى ده شكل اللوكيشن اهو، وبتبقى على ترقه كده التول بتاع الواير لاين او السيك لاين على ترقه، وتقدر ان انت ترنها في البير. النهارده دي شكل الواير لاين الاي لاين لوجينج تراك، بتبقى بالشكل ده كده مع دي مثلا اويل سيرفو وشلامبرجير، يعني التفاصيل كده مش مهمه قوي. طيب خلونا الاول لو في اي حد عنده جزء في التو سيكشنز اللي احنا اتكلمنا فيهم، لو في حد عنده اي سؤال ولا حاجه، ونرد على الاسئله الموجوده في الشات بوكس. اول حاجه لو في حد حابب يسال يا شباب بريز هاند بس يبقى تمام. البير بينتج بالبارفوت بدون بيرفوريشن، ممكن ينتج بالبارفوت طبعا بدون بيرفوريشن لو احنا بنشتغل في الاوبن هول، ولو ان يعني الاوبن هول ده ما بيبقاش كتير قوي، وفي نفس الوقت حتى وان كان موجود فبيبقى مشاكله كتير قوي، فعشان كده بنافويد تماما ان احنا ننتج عن طريق الاوبن هول. طيب يا ريت في الانتاج السطحي للنفط والغاز من البئر للخزان ومراحل الفصل المواجهه، يا ريت لو تقدر اشياء مهمه. تمام جدا يا هندسه، حاضر تحت امرك. لو تقدر انت تتواصل معايا بس على الواتساب يبقى كتر خيرك. السليك لاين يوزنج كيك اوفر تول، تمام يا هندسه. فعمليه الواير لاين كيفيه تحديد نوع الكابل المناسب للبئر، هناك العديد من انواع الكابلات المختلفه ولكن كل منها نقاط قوتها وضعفها الخاصه، يجب ان ياخذ في الاعتبار العديد من العوامل عن تحت. طبعا طبعا يا هندسه، انت وانت بتكلم هاليبرتون تقول لها انا عاوز ترقى او عاوز اعمل الاوبريشن دي، فانت بترشح لهم انا محتاج اي لاين ولا محتاج سليك لاين ولا محتاج بريدد لاين، يعني حسب المشكله اللي عندك. وطبعا هم هيطلبوا منك بريشر وتمبريتشر واتش تو اس كونتنت وسكتش البير وكل الحاجات دي اللي انا هدخل عليها حالا دلوقتي، هم هيحتاجوا الحاجات دي الداتا دي عشان يعمل لك بروجرام، عشان ان هو او بروسيدرز هاو تو ران ان هول، يعني لازم يبقى عنده بروسيدرز مظبوطه عشان هو يقدر ان هو يختار لك نوع الاكويبمنت اللي هو يستخدمها. الجار اب اند داون ده يا هندسه زي ما اتفقنا هوريه لك دلوقتي، ده الجار. الجار ده بيبقى عباره عن الهامر اللي انا هنزل اركب حاجه جوه البير، فانا محتاج ان انا اعمل لها زي هامرنج كده عشان ان انا تركب في البير او تطلع من البير، فهوريك الجار حالا ان شاء الله. ليه مرات بنستخدم الاي كويل داخل تيوبنج بتاع كول تيوبنج في اوبن هول؟ كول تيوبنج هندسه مختلف تماما، ما فيش حاجه اسمها اي كويل، يعني انا عمري ما سمعت حاجه اسمها اي كويل. احنا عندنا كويل تيوبنج ده بنستخدمه لو احنا هننزل جوه التيوبنج عشان احنا نعمل اكتيفيتيز زي ان انا اعمل بامبنج، زي ان انا اعمل ليفتنج، زي ان انا اعمل روتيشن عشان ان انا احفر حاجه، او ان انا اشيل سكيل او اجيب عينات. فالكويل تيوب موضوع مختلف شويه. يقصد وزن اللوج هنا؟ لا، حته ما فيش حاجه اسمها وزن اللوج. وزن اللوج ده انت بتتكلمي على التول او الاكويبمنت اللي هتنزل البير، وزن الصند او اللوجينج تول اللي نازله اللي فيها الالكتريكال ديفايسز والراديو اكتيف ديفايسز والحاجات اللي هي بتقدر انها تطلع اشعاعات عشان تقيس حاجه معينه في البير زي ما اتفقنا. فده الوزن بتاع التول ده، هو ده برضو مهم جدا ان احنا نكون عارفينه. البريدد لاين هو نفسه اللي بيستخدم في رفع انابيب الحفر؟ لا يا هندسه، البريدد لاين اللي في الحفر ده بيبقى كبير جدا، او الوايرات اللي انت بتسميها الوايرات في الحفر، لا مختلفة تماما، دي بتبقى حاجة كبيرة جدا اللي انت بتقول عليها دي، لكن اللي عندنا بتبقى قطر اصغر شوية لكن braided. يعني what are the most common causes of misfire in casing gun jobs؟ والله حاجات كتيرة جدا يا هندسة. موضوع الميس فاير ده مشكلة في الكابل نفسه، مشكلة في الديتونيتور، مشكلة في التشارجز نفسها، مشاكل كتيرة جدا ممكن تتعلق باليونت، ممكن اوبريتور غلط وشغل عمل تريجر او ضرب الزناد مره واحده او داس على الزرار بتاع التفجير مره واحده. فموضوع الميس فاير ده بتبقى مشكله كبيره جدا، ما يعني مش ملهاش سبب واحد يعني. طيب الواير لاين ليها جزء مشترك مع السيمنتنج تقريبا؟ طبعا الواير لاين بستخدمها عشان انزل تول اسمها السي بي ال والفي دي ال عشان ان انا اتاكد من الكواليتي بتاعه الاسمنت. بستخدم الاي لاين بنزل فيها لوجينج تول فيها سي بي ال جاماري في دي ال،
وببدا ان انا انزل طبعا سي سي ال في دي ال سي بي ال جاما راي، اربع تولز بتنزل البير عشان ان انا اقيس الكواليتي بتاعت السيمنت، هل السيمنت اللي موجود حوالين الكيسنج تمام ولا في مشكله. فايده السيلف سيفتي فالف، عشان كده احنا اتفقنا ان المفروض ان احنا نكون اخذنا جزء خاص بالكومبليشن عشان النهارده نقدر ان احنا نتكلم بشكل براحتنا اكتر. لكن السيلف سيفتي فالف يا شباب ببساطه ده سب سيلف سيفتي فالف تريبل اس، ده بيبقى فالف موجود في البير من تحت على عمق 20 30 50 100 متر. اي مشكله تحصل على كريسماس تري، حريق حصل على كريسماس تري مثلا، كريسماس تري حصل لها دامج، صاروخ اتضرب في كريسماس تري، عمليه ارهابيه حصلت على كريسماس تري، الفلو بتاع البير ده مين اللي هيوقفه؟ انت كريسماس طارت، طيب مين اللي هيوقف الانتاج اللي طالع من البير ده؟ عندك في جندي موجود تحت في البير اسمه السيرفيس سب سيرفيس سيفتي فالف، بيقدر ان هو يقفل تماما عشان ان هو يمنع لي الانكنترولد ريليز اوف هيدروكربون ده للسيرفيس. طيب ايه هو السي بي ال والفي دي ال؟ مجرد انواع من اللوجينج هندسه، بتدرس بس سرعه الصوت في السيمنت اللي حوالين الكيسنج، وتبدا انها تسجله في شكل بياني كده او شكل معين. انا ببص عليه وانس ان انا شفت القيمه بتاعته عاليه يبقى اذا السيمنت مش كويس، القيمه بتاعته قليله يبقى السيمنت زي الفل. الفي دي ال بيقيس تماسك الاسمنت مع جدران البير. معلش عشان بقى الحته دي حلوه محتاج ان انا اوديك حاجه فيها، او خليني اوريك بسرعه جدا جدا جدا. البرفوريشن لا الاقيها في ال، لا هي في البرودكشن في ال والله للأسف يا شباب أنا ما أنا فاكرها أصلا كانت فين. طيب هي أعتقد كانت في Will completion sequence. أديك قلم. وفي حد لسه كان بيسأل على ال F CPL. ما فيش عندنا CPL هنا. طيب ممكن في الحفر. أيوة تمام. سوري يا شباب على الإطالة، بس خليني أوريك بس حاجة في CPL بسرعة جدا، أقول له إيه الفرق ما بين CPL والVDL. احنا المفروض يا شباب الاسمنت ده بيبقى رابط ايه بايه؟ بيبقى رابط الكيسنج بجدران البير. طيب السي بي ال يقدر ان هو يقيس تماسك الاسمنت مع الجدران البير. ايوه اهو. الفي دي ال هو ده الاثنين، ده الفي دي ال وده السي بي ال. الفي دي ال بيقيس قوه ترابط الكيسنج مع السيمنت مع جدران البير. والسي بي ال بيقيس قوه ترابط الاسمنت مع الكيسنج. يعني ايه؟ يعني انت زي ما انت شايف كده انا بيبقى عندي في كيسنج، في سيمنت، في جدران البير. ما بين الكيسنج وما بين السيمنت ده السي بي ال اللي بيلاقيه. ما بين السيمنت وما بين جدران البير اللي بيحسبه لي او بيعرفه لي هو الفي دي ال. تمام؟ طيب وزي ما انت شايف كده انا بشوف قيمه اللوج ده. لو القيمه زي ما انت شايف كده، تعالى مثلا في جود سيمنت وباد سيمنت، شوف القيمه بتاعته عاليه هنا بتاعت السي بي ال، يبقى انا كده الاسمنت ده مش مظبوط. طب القيمه بتاعته وحشه كده زي ما انت شايف او قليله كده، يبقى ده جود سيمنت. فوانس ان انا شفت اللوج ده ببدا ان انا احدد فين المكان اللي فيه اسمنت كويس وفين المكان اللي ما فيهوش اسمنت. طيب في حد كان عامل ريز هاند يا شباب؟ لو في حد لسه حابب ان هو يشارك بحاجه بسرعه. عندنا باشمهندس وائل، اتفضل يا هندسه. العفو استاذ، في عندي سؤال على موضوع السيليك لاين في خصوص الداتا اللي هي راح تنقل خلال ميموري جيج.
حلو. اتوقع اكو طريقه حديثه اكثر سمارت او هاي تكنولوجي، مثل اوبتيكال سنسورز او سونيك سنسورز، هذه تنقل الداتا بشكل اسرع مباشره بدل الميموري جيت. هل يا ترى مستعمل هذه الطريقه ام بعدها ما مطبقه؟ جميل جدا، انت كده بتتكلم عن اني بستخدم نوع من الميموري جيج ان هو يديني ريل تايم داتا، يعني يبقى نازل في البير مثلا وعن طريق وايرلس ولا حاجه ويبعت لي الداتا دي. ده اللي انا فاهمه منك، اعتقد ان في حاجه زي كده يا هندسه. فبالتالي النوع ده من الميموري، من التولز نفسها موجود، لان احنا في انواع كتير مثلا زي الام دبليو دي والال دبليو دي، بيبقى منهم داتا ما فيش اصلا عندي ميديوم تتنقل فيها الداتا دي، زي ان انا بحفر اندر بالانس فما فيش عندي اصلا طفله في البير، فبالتالي ازاي هيجي لي اصلا داتا على السيرفس؟ الداتا دي بتجي لي عن طريق الوايرلس. فممكن يكون في حاجه زي دي، لكن بصراحه انا ما اشتغلتش بيها، انا اشتغلت بالميموري جيج الميكانيكال، بينزل في البير بيقعد يومين ثلاثه اربعه اسبوع وبعدين بنزل اطلعه من البير واخد الداتا على ميموري كارد. طيب عندنا باشمهندس أمين، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي في السؤال بخصوص لما نسوي رانين هول تولز واير لاين تولز، هنا اذا كان الويل مالتي كيس راح يصير احتكاك بين الـ بين التولز والكيسينج، سو هذا راح ياثر على الاي لاين، على قراءات الاي لاين، واذا اثر شلون نتخلص من عنده وشلون نسوي كالبريشن هذا الشيء تصحيح. جميل جدا. طيب المفروض يا هندسه اللوجينج تول وهي نازله البير بتبقى دايما، لو انت لاحظت حتى في الصوره اللي انا فتحتها من شويه الخاصه بالسيمنت دي، هتلاحظ حاجه مهمه جدا، ان دايما زي ما انت قلت كده التول لازم تكون سنترلايزد تماما. يعني ايه سنترلايزد؟ يعني التول تكون في نص التيوبنج تماما، عشان ما يحصليش ان انا يكون عندي هاي ولو سايدز. لازم يكون التول دي موجوده في البير. اوري لك حالا اهو، ابص كده يا هندسه، التول دي تحس انها من فوق ومن تحت في سنترلايزر كده منزلها في البير، عشان هي ما تحتكش اطلاقا بالكيسنج، وفي نفس الوقت انها تكون في نص الكيسنج بالظبط. فالتول بيبقى فيها سنترلايزر كده او كاليبر فوق وتحت، عشان ان هو يخليها دايما سنترلايزد ومفيش باك اوف. زي ما انت ملاحظ كل الصور هتلاقيهم جايبين اللوج ده في النص كده. طب في النص ازاي؟ عن طريق الكاليبرز اللي موجود فوق وتحت ده. طيب اتمنى ان انا كده اكون جاوبت على الكام سؤال اللي اتسالوا. خلونا نكمل بقى يا شباب، لو في برضو حد عنده اي سؤال فتمام جدا. الشات بوكس يا شباب، الناس اللي سالت تاني انا تمام، هنجاوب على الاسئله اللي انتوا سالتوها دلوقتي اللي كلها خاصه بالسي بي ال والفي دي ال بس. اوكي، difference between CBL وال VDL. Can you say the VDL is the measure of value of semen density؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها semen density هندسة إطلاقا، هو لوج عشان يقيس قوة الترابط ما بين الأسمنت. الأسمنت ده هو الحشوة اللي موجودة ما بين كيسنج. أنا لازم أرسمها، معلش، لا ده اتسألت كتير فكده يبقى ما وصلتش. شباب احنا الطبيعي إن احنا عندنا ده الكيسنج وده جدران البير أهي، وعندنا في السيمنت ان بتوين اهو، ده السيمنت. السيمنت ده في الطبيعي يا شباب عامل كونكشن ما بين حاجتين، ما بين الكيسنج والاسمنت. مين اللي بيقيس ده؟ السي بي ال. وعندي في كونكشن ما بين الاسمنت نفسه، يعني الاسمنت ده رابط من ناحيتين، رابط من ناحيه في الكيسنج، انا بعرف الكلام ده ازاي؟ بعرفه عن طريق السي بي ال. ورابط من ناحيه تانية اسمنت رابط في جدران البير عن طريق الـ VDL. أتمنى إنها تكون وضحت أكتر. فالـ VDL log ده بيوضح لي الأسمنت قوة تماسكه قد إيه مع الـ ده رقم الواتس بتاعي يا هندسة، هو موجود في أول سلايد هتلاقيه، يعني موجود بس هو 00966508054693. الجزء اللي هو الثاني ده الـ VDL بيقيس قوة ترابط الأسمنت مع جدران البير. أتمنى إنها تكون واضحة يا شباب. لو في حد، باشمهندس أحمد معلش والله أنا آسف، بس هو الدقايق دي هتلاقي عارف إحنا في اختلاف أوقات، في ناس أصلاً عندهم لسه العشاء ما قدمتش شيء، أو مش عارف اللي هو أنت دلوقتي بتتكلم عن مصر تقريباً 8:30 ده، يعني مصر هي الأذان المغرب فيه، إحنا ما فيش هنا أذانات خالص، يعني لسه الموضوع بدري قوي على الأذان.
طيب ماشي، باشمهندس حسام تمام. طيب فاتمنى يا شباب ان تكون الحته دي وصلت. خلونا نكمل عشان بس ما نضيعش اي وقت في الساعتين بتوعنا. طيب تعالى نتكلم على ايه الداتا او التولز اللي لازم تبقى متوفره عند حضرتك قبل ما تقول ان انا هعمل جوبايه واير لاين سكسسفول. احنا عندنا دلوقتي اول حاجه لازم حضرتك تكون عارف ايه هي الكريسماس تري بتاعتك شكلها عامل ازاي، الفلفات اللي فيها عامله ازاي، ايه الفلفات السليمه وايه الفلفات الباسنج، كم فلف في عندي، سواب فلف ولا ما عنديش، السايز بتاع الكريسماس تري هل هي 4 1 على 16 ولا 3 و8 ولا 2 و6 ولا يعني 5 بوصه، وات ايفر هي السايز بتاعها كام، الريتنج بتاعها كام، 3000 5000 10000 15000، كل ده مهم جدا ان انت تكون عارفه. الكونكشن الاخيره اللي هي الفلانجة الاخيره اللي هي بتاعت الكاب دي شكلها عامل ازاي، هل هي كوت يونيون زي ما انت شايف كده اللي هي على الشمال دي، ولا اللي هي الثانيه اللي هي الفلانج تو فلانج. شكل الويل هيد مهم جدا، لازم ان انا اكون عارف التفاصيل دي، معايا كومبليشن سكتش محترم يوضح لي وانا ماشي في التيوبنج هابل ايه تقريبا، انا عندي دبس دلوقتي وليكن 3913، ايه اللي انا هشوفه؟ والله هتشوف تيوبنج ما فيش اي حاجه ما تقلقش. طيب نزلت لحد 3913، ايه ده انا في حاجه في البير، في مشكله مش تمام، خلاص انا كده دلوقتي موجود في كروس اوفر بينقلني من سايز لسايز، فطبيعي ان يحصل فيه ريستريكشن. فحضرتك لازم تبقى عارف الخريطه بتاعه الطريق اللي انت هتمشي جواه، ده جوه التيوبنج ده في اكويبمنت وتولز كتيره جدا، وصلت البكر وصلت البرفوريشن، انا دلوقتي فين بالظبط، لازم ان انت تكون عارف المكان اللي انت ماشي فيه عن طريق الكومبليشن سكتش او الويل بور سكتش. طيب احنا يا شباب حاسس ان احنا الجزء اللي هو بتاع الفي دي ال والسي بي ال ده احنا تايهين فيه قوي، بس هو انا حاولت ان انا ابسطه قد ما اقدر يعني. طيب ده شكل يا شباب للكومبليشن سكتش، ده اساس العمليه بتاعت الواير لاين، عشان اعمل واير لاين كويس فلازم ان انت تكون عندك الكومبليشن سكتش اللي انت شايفه ده. ده بيبقى بيوضح كل حاجه في التيوبنج، سايز بتاعها كام، الدايمتر بتاعها قد ايه، اللينس بتاعها قد ايه، موجود عند دبس كام، كل تفاصيل البيل بتكون موجوده، هي دي شهاده ميلاد البيل بعد ما بتعمل كومبليشن. الكومبليشن انجينير بيعمل السكتش ده عشان يقول كل حاجه في البيل تفاصيلها ايه، الكيسنج مقاسه كام، التيوبنج مقاسه كام، والويت والجريد وكل حاجه. طيب بقى عندي داتا دلوقتي افيلبل ان انا اعمل الاوبريشن، هبدا ان انا اتصل بشركه زي هاليبرتون او بيكر او ويذرفورد او منصوري، اقول لهم احنا محتاجين نعمل واير لاين اوبريشن في بيل تفاصيله اهي، وابعت لهم على الميل الكومبليشن سكتش، وابعت لهم التفاصيل بتاعت الاوبريشن بتاعتي. هيبدا هو يختار السيرفيس اكويبمنت بتاعته، هيختار انا محتاج سنجل ستراند كيبل او اللي هو السليك لاين، محتاج بريدد لاين، محتاج اي لاين عشان انا اعمل لك الاوبريشن دي. طيب محتاج كمان بريشر كنترول اكويبمنت، هبدا ان انا افكر البريشر كنترول اكويبمنت دي معناها ان انا اختار البي او بي بلو اوت بريفنتر، هحتاج ان انا اشوف انا محتاج لوبريكيتور ولا لا، محتاج بعض الاكويبمنت اللي هتحميني من البير ده، ضغط بير 15000، ضغط فيه بير 15000 بي اس اي، ده محتاج له بريشر كنترول اكويبمنت سبيشالايزد جدا. بعد كده هبدا ان انا اشوف انا نازل اعمل اكتيفيتي معينه، طب هعملها ازاي، محتاج سب سيرفيس اكويبمنت عشان انها تعمل لي الاوبريشن دي، محتاج جار ومحتاج، يعني هنبدا ان احنا نبص عليهم عشان ما توهمش. اول حاجه على السيرفس، وحضرتك واقف على السيرفس كده هتشوف الحاجات دي، هتشوف اول حاجه الواير لاين وينش. الوينش ده بتبقى الكابينه الصغيره اللي بيبقى قاعد جواها الاوبريتور، وبيبقى عليها من بره كده الدرام اللي عليه الكيبل. ده شكل اليونت بالظبط يا شباب، بتبقى فيها باب كده، الباب ده بيبقى الاوبريتور قاعد جوه، وفي هنا شاشه كده ازاز او شباك ازاز بيبقى شايف كل التولز وشايف كل اللي بيحصل بره، وهو اللي بيحرك الدنيا دي كلها من جوه الكابينه دي. دي بنسميها الواير لاين وينش. طيب الواير لاين وينش دي ممكن يكون فيها درام واحده عليها سليك لاين، ممكن تكون واير لاين درام واحده اللي بنسميها سنجل درام،
وممكن يكون في عندي دبل درام. طب هيعمل ايه بالدبل درام ده يا شباب؟ حد ممكن يعني يتخيل هعمل ايه بالدبل درام دي؟ انا عندي سنجل درام احنا عارفين، لكن الدبل درام دي حد ممكن هو يتخيل ممكن احتاجها في ايه؟ طيب خليني اقول لك ان الدبل درام دي هي عبارة عن درامين، كل درام منهم توصيل اتنين سلك لاين. لا مستحيل، ما ينفعش ان انا اوصل اتنين مع بعض ابدا. دي بستخدمها يا هندسة لو حصل ان الكابل الاولاني اتقطع في البيت. اذا اتقطع بالظبط يا هندسه، لو حصل قطع للكيبل جوه البير فانت محتاج تعمل فيشنج دلوقتي حالا. طب اعمل فيشنج ازاي؟ عن طريق ان انا ابدا ان انا اشتغل بالكيبل الثاني على طول. فهي مجرد ريداندنت او وسيله حمايه، وسيله معايا بحيث ان لو كابل اتقطع في البير اقدر ان انا اتيك اكشن بسرعه جدا وابدا ان انا انزل جوه البير ثاني اعمل فيشنج للمشكله اللي في البير عندي. طيب جوه الونش بقى اللي انت شفته من شويه هتشوف الكنترول كابن. الكنترول كابن دي هي دي اللي فيها التولز او الحاجات اللي انا ببقى محتاج ان انا اشوفها. محتاج ان انا اشوف المارتن ديكر، محتاج ان انا يكون عندي جير بوكس كده بتحكم في سرعه الدرام اللي انا بشدها وبطلعها من البير. فكل الكنترول سيستم بتاع اليونت بيتم من خلال الكنترول كابن اللي حضرتك شايفها دي. طبعا ده الشكل الخرافي اللي هو يعني هتشوفه فين وفين، يعني صعب جدا ان انت تشوف الصوره دي، لكن هو ده الاكشوال اللي انت هتشوفه في اي واير لاين يونت. زي ما انت شايف عندي بره اهو، انا دلوقتي قاعد كده في المكان اللي تحت ده بيبقى ده الاوبريتور اللي بيشغل لي اليونت. عندي فيه درامين اهو زي ما انت شايف عليهم الكابل، في شاشه ازاز كده هو شايف او شباك ازاز شايف من خلاله كل الاوبريشن اللي بتتم بره. معاه كل الاماكن دي كل واحده فيهم ليها وظيفه معينه، واحده تسرع الدرام دي عشان ان انا انزل في البير بسرعه، واحده ثانيه عشان ان انا اطلع من البير، واحده ثالثه عشان ان انا اعمل لوبريكيشن، يعني حاجات كده يعني كلها تفاصيل. طبعا مارتن ديكرز دي الاثنين دول اللي بيقيسوا الوزن بتاع التول. العداد الصغير اللي هو فيه 000 مش عارف ايه ده اللي احنا بنشوف عليه الدبس اللي احنا موجودين عنده. الواير لاين بيعد لي الدبس اللي هو موجود عنده دلوقتي، يقول لي انا مثلا عند دبس دلوقتي 3215 قدم، 5525 قدم، فدقيق جدا. فدي بنقول عليها الونش كنترول او الكابن كنترول. طيب عندي كمان حاجه اسمها الباور باك. ما تنساش يا شباب ان احنا كل الايكويبمنت اللي انت شايفها دي بالظبط كانها ونش او كرين. الكرين او الونش اللي حضرتك بتستخدمه في الفيلد هو بالظبط نفس الفكره بتاعه الواير لاين تول، لكن انا هنا ببقى محتاج ان انا عندي سورس يطلع لي باور، انجن، حاجه تطلع كهرباء وفي نفس الوقت تطلع لي ضغوط زيت، هيدروليك سيستم. باخد الهيدروليك سيستم بتاعي ده كله، الانرجي بتاعتي دي كلها باخدها عن طريق الانجن اللي موجود هنا ده، او بيسموه الباور باك. ده شكل الباور باك اهو، بيبقى فيه موتور كده او انجن يطلع لي كهرباء، الكهرباء دي تشغل بمبات كده، البمبات تبدا انها تضخ هيدروليكس عشان اكونترول اليونت بتاعتي. عندي حاجه اسمها الكاونتر ويل. الكاونتر ويل دي عباره عن بكره عشان تعدي لي الكابل اللي طلع ده او الكابل اللي نزل في البيل ده تقريبا مسافته قد ايه؟ الدبس اللي في البيل تقريبا كده انا عديت، انا دلوقتي بقول لك انا عند دبس 7225 قدم. عرفتها ازاي؟ عرفتها من ان الكابل ده هو ماشي بيلف في البكره دي الكاونتر ويل ده، فيبدا ان هو يقول لي زي ما انت شايف اهو، هي دي الكاونتر ويل بتكون موجوده في النص، ده الدرام اللي عليها الكيبل. الكيبل طالع منها معدي جوه الكاونتر ويل وبعدين طلع عشان يدخل البيل. الكاونتر ويل دي وهي بتلف كده دلوقتي بتعدي لي كل لفه منها بتمثل مثلا واحد قدم، نص قدم، خمسة قدم، whatever. المهم ان في النهايه عدد اللفات بتاعتها بتترجم في النهايه لدبس الواير لاين شغال عنده دلوقتي. ده شكل الكاونتر ويل اهو زي ما انت شايف، اللي طالع من على الدرام وعلى طول الكيبل معدي من جواها، فهي عماله تعد دلوقتي. كل ما حضرتك تسيب الكابل شويه في البير هي بتلف اكتر فتعد لي اكتر. هي نفس اللون الاصفر اللي في الناحيه الثانيه دي، الكيبل اهو معدي من جواها وهو معدي دلوقتي عمال بيلفها في كل مره بيتحرك من خلالها فبيخليها تاخد روتيشن. طيب اكويبمنت ثالثه هتشوفها وهي الويت انديكيتور. احنا اتفقنا ان انا محتاج ان انا اعرف الدبس اللي انا عنده، وفي نفس الوقت محتاج اعرف الوزن بتاع الاكويبمنت اللي انا شايلها دي قد ايه. انا نازل في البيل دلوقتي يا شباب باكويبمنت وزنها 500 كيلو جرام. نزلت عند المكان اللي انا هعمل فيه سيتنج للتول دي. ازاي هعرف ان التول دي خلاص انا سبتها في البير ولا لا؟ يعني انا نازل معايا وزن 500 كيلو جرام،
عملت سيتنج للاكويبمنت دي جوه في البير، المفروض وانا طالع ابقى طالع فري ما فيش معايا وزن اصلا. مين اللي هيعرفني الكلام ده؟ حاجه اسمها الويت انديكيتور. الويت انديكيتور ده بيبقى زي ما انت شايف كده حاجه اسمها اللود سيل. اللود سيل ده متوصل بخرطوم فيه زيت هيدروليك واصل على مارتن ديكر. لما تشد الاثنين دول بعيد عن بعض، كل ما تشدهم بعيد عن بعض الضغط الزيتي يزيد هنا كده فيروح للمارتن ديكر ده يحركه. اهو بالظبط كده، ده شكل اللود سيل اهو، ده فيه هيدروليك. لما الوزن بتاع الطول يزيد هيزود الشد عليه، هيزود الشد جوه اللود سيل ده فينتج هيدروليك باور تمشي جوه ضغط زيت عالي جدا يمشي جوه اللاين ده الهيدروليك هوز ده لحد ما يوصل للمارتن ديكر او الويت انديكيتور. يبدا الكابل السهم ده يبدا ان هو يروح في اتجاه الوزن اللي هو شايله. طب لما تبدا ان الوزن ده يخف قوه الشد اللي على اللود سيل هتقل، الهيدروليك بريشر اللي موجود جوه الهيدروليك هوز ده هيقل، الوزن هيقل. فتبدا ان انت عرفت الوزن بتاعك الموجود في البير قد ايه، وهل انا الطول بتاعتي طلعت معايا ولا لا، وهل الطول بتاعتي عملت سيتنج ولا لا، قوه الشد اللي بتاثر على الكيبل ببقى عارفها كويس جدا من الـ من الـ من الحته دي. تمام، ده بنسميه المارتن ديكر او الويت انديكيتور. طيب احنا يمكن بقول لك اكويبمنت متفرقه، بس بعد شويه لما اوري لك يعني التوتال كومبوننت بتاعت السيرفيس اكويبمنت هتبدا ان انت تفسر الموضوع بسهوله جدا. تعالى نبص ببساطه جدا في حاجه اسمها الهي بولي كمان. خليني اقول لك هي ايه. انا عندي في درام هنا، هي شباب الدرام اللي على اليمين دي، الدرام دي ملفوف عليها الكابل، الكابل خرج منها عدى على الكاونتر ويت او البكره اللي هي بتعدي لي الدبس، بعدين ماشي في شكل هوريزونتال. طب مين احنا محتاجين ان احنا نغير الهوريزونتال لفيرتيكال، العمودي اللي هو الافقي الراسي او الراسي الافقي، مش عارفهم بالعربي بصراحه. بس في النهايه الشكل اللي هو الهوريزونتال ده عاوز اطلعه لشكل فيرتيكال. طب اعمل ايه؟ خلاص استخدم الشيف اللي هنا دي اللي بيسموها الهي بولي. طب بتبقى مربوطه ازاي او مكانها فين؟ بتبقى عباره عن عارف كده كانك بتعمل يوتيرن او بتعمل لفه كده، عشان ان انت بدل ما كنت ماشي عمودي تطلع لفوق. فاللي هيحصل انها بتكون مربوطه كده في الكريسماس تري عن طريق جنزير او عن طريق تشين. التشين ده فيه لود سيل اهو. شوف كده كل ما الكابل ده يشد، تخيل كده كل ما الكابل ده يشد هيشد اللود سيل ده فيروح يترجم لاشاره زيت او ضغط زيت يبان لي على المارتن ديكر. مش عارف الحته دي انا قادر اوصلها ولا لا. طيب يبقى انا كده عندي اللود سيل موجود هنا اهو، الكيبل هيعدي على الشيف بتاع الهي بولي ده عشان هو يطلع لفوق، ولما يطلع لفوق خلاص دخل جوه البير. طيب الهي بولي مع اللود سيل الاثنين مربوطين عن طريق تشين كده او جنزير او روب هنا كده، حبل مربوطه في الكريسماس تري، والوزن بتاعك بيزيد ويقل بيزد على قوه الشد اللي بتتاثر بيها الهي بولي دي. طيب ده بالظبط الشكل اهو يا شباب، شايف انت الجنزير ده الكريسماس تري اهي، ده الجنزير او التشين اللي احنا رابطين بيه ال هنا اللي هي اسمها ايه؟ هنا مفيش هي لحد دلوقتي مفيش ويت انديكيتور على فكره، يعني مفيش هنا ويت انديكيتور في الجزء ده. لكن هي دي الهي بولي، خلاص الكيبل جاي كده وبعدين طلع عشان يلف وينزل جوه البيت. طيب احنا كده ممكن ان احنا نستقبل اسئله لو في حد عنده اي سؤال يا شباب لمده 5 دقائق، يعني 9:05 هنكمل. لو في حد عنده سؤال او حابب يريز هاند مور ذان ويلكم يعني. تمام، باشمهندس حسام اتفضل. السلام عليكم يا هندسة. وعليكم السلام يا هندسة، أهلا وسهلا. أنا كنت عايز أعرف بس هو إمتى بيكون موجود البي أو بي وإمتى بيكون موجود الويل هيد أو الكريسماس تري، لأن النقطة دي أنا مش واضحة بالنسبة لي يعني. جميل، تمام. طيب أنا كده فهمت اللي أنت بتسألني فيه هندسة، هو إن امتى بيبقى عندي كريسماس تري وامتى بيكون عندي بلو اوت بريفنتر. احنا اتفقنا ان وقت الحفر لازم بيكون عندي بي او بي، وقت الحفر لازم يكون في عندي بي او بي، لسه كريسماس تري ما اشتريناهاش اصلا، لسه ما فيش كريسماس تري وقت الحفر. طيب انا دلوقتي رايح اعمل ويل انترفينشن، فعندي كريسماس تري موجوده في البيت، ده بيت كان بينتج وحصلت فيه مشكله كده سريعه فقشطه، يعني خلاص يلا بقى نركب كريسماس تري موجوده
وانا رايح اركب واير لاين. الواير لاين نفسه ليه بي او بي صغير كده على قده، هوريه لك حالا دلوقتي هندخل على الجزء ده. لكن البي او بي ده وقت الحفر ان جنرال، الكريسماس تري وقت الانتاج ووقت الانترفنشن. فانا وقت الانترفنشن في الغالب ما بشيلش الكريسماس تري. تمام. طيب currents usually used AC or DC and how many volts؟ لا ده سؤال أكبر مني هندسة بصراحة، يعني إحنا بنستخدم AC ولا DC؟ ده محتاج مهندس كهرباء هيجاوبه. وفولتو قد إيه؟ لا برضو صعب قوي، يعني ده سؤال بعيد تماما عني للأسف. If the depth measured is acquired، يعني acquired هندسة؟ ده أساسي أولا، إحنا بنتكلم على ال depth measurement، ده أساسي. أنت نازل تسيد بلقة عند depth معين، زي ما اتفقنا انا عندي الكومبليشن سكتش بيقول لي ان انا عندي البلاجه اللي موجوده في البير عند دبس 7223 ونص. فلو انت عندك النص ده ما انتش واخد بالك منه فهتعمل مشكله طبعا. لازم ان انا اكون عارف الدبس بتاعي كويس جدا. اللي بيحصل ان الدبس ده ساعات بيبقى له كورليشن بسيطه كده يا هندسه، لما بيبقى عندي لما بيبقى عندي الدبس ده الكيبل نفسه بيحصل فيه ستريتش. الكيبل ده بعد مثلا كل 1000 قدم بيزيد مثلا نص قدم من اللي هو الكيبل بيتمط او بيحصل له ستريتش. طيب ده بيبقى له كورليشن احنا بنبقى عارفينها كويس جدا. تمام. طيب حته الاي سي والدي سي دي هندسه، لا دي برله الكلام خالص، ده مش بتاع بتروليوم انجينير اصلا، يعني دي برله البتروليوم انجينيرنج اصلا. When do I use stuffing box, lubricator and back off؟ طيب دي هنشوفها دلوقتي حالا يا هندسة، دي هندخل عليها دلوقتي برضو باش مهندس محمد خالد. ماشي يا هندسة. طيب stuffing box lubricator مع back off، احنا عندنا stuffing box ده بنستخدمه in case ان انت بتستخدم slick line او braided line. الباك off غالبا بنستخدمه لما اكون بشغال بي اي لاين، مجرد ان هو فرق بس كده السيلينج وايل رانينج هول والسيلينج وايل بول اوت اوف هول، فهتشوفه دلوقتي برضو حالا ان شاء الله، يعني هنوصل له دلوقتي على طول في الجزء ده. باشمهندس وائل اتفضل هندسه. عفوا استاذ، بالنسبه للواير لاين بصوره عامه كم عدد الجوابات اللي ممكن استخدمها وبعدها يصبح غير قابل للاستخدام؟ جميل جدا يا هندسه. احنا كده دلوقتي بنتكلم عن التول دي هتفضل شغاله قد ايه. المفروض ان انا كل فتره يا هندسه بعمل تيست على الكيبل، باخد الكيبل ده واديه الورشه وابدا ان انا اعمل له اختبار معين كده اشوفه يتحمل قوه شد قد ايه. طبعا الكيبل لو اتقطع من النص في اي وقت من الاوقات فالكابل ما بتعالجش خلاص، اللي بتقطع ده خلاص الدرام كلها بتترمي وبنجيب درام جديده. لكن مفيش حاجه اسمها بعد كام جوب. لو انا شغال بالليت الطبيعي انا باخد كل مثلا شهر ولا اتنين ولا ثلاثه ببدا ان انا اخد التول دي، اخد الكابل ده وابدا ان انا اروح اعمل له ستريتش تيست كده. التيست ده بيقول لي هل يقدر ان هو يتحمل نفس الاوزان اللي كان بيتحملها ولا الكابل اتقطع قبل او بعد البريكنج سترينث بتاعه. فدي بنقدر ان احنا نحددها كويس جدا وسهله يعني. لكن مفيش عدد مضلات من الاوبريشن لازم ان انا اقطعها، مش حاجه زي السليب اند كات في الحفر كده، لا خالص. الكيبل ممكن يستخدم الى الابد لو انت بتشتغل بيه كويس، وممكن ان هو يشتغل جوبايه واحده ويتقطع خلاص كده. طيب شلون يتم تعليق استاذ؟ انا في الكولد تيوبنج كل ثلاث جوابات ويتبدل الكولد تيوبنج يعني. لا برضه الكويل تيوب نفس الفكره، كويل تيوب بيزد على تيستات بتتعمل عليه، بنعمل تنشن تيست عليه ونشوف ان هو هل في اي ليكج حصل فيه، في اي مشكله حصلت في الماتيريال بتاعته بنبقى عارفينها كويس جدا، بيتعمل له تيست. لكن الحاجات دي غاليه جدا، فعشان ان انا احدد عدد معين من الجوبات لا. وعلى فكره الكويل تيوبنج لما خلاص عمره بينتهي بنستخدمه في حاجه ثانيه خالص، بنبيعه بس بيستخدموه كفيلوست سترينج، بيستخدموه كبايب لاين بينقل فيها. اعرف شركه من الشركات في مصر شغاله بتنقل غاز من بير للتاني عن طريق كويل تيوب، يعني خلاص مواسير. ما كويل تيوب دي نوع من المواسير يعني. طيب تمام، شكرا جزيلا على التوضيح. اهلا وسهلا يا هندسه. شلون يتم تثبيت الادوات في الواير وهو فقط واير؟ حلوه جدا يا هندسه، هتشوفها حالا دلوقتي. انا بعمل واير لاين جوب بيكون موجود في البير؟ لا طبعا الواير لاين في الغالب بستخدمه زي ما اتفقنا على بير لايف، والبير اللايف ده بير ما فيهوش طفله اطلاقا، ما فيهوش مد. لكن لو بعمل لوجينج او سي بي ال او حاجات اثناء الحفر، البير بيبقى فيه طفله فخلاص بشتغل جوه الطفله عادي. لكن ان جنرال
الواير لاين بستخدمه في بير ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش غير غاز او زيت. I think a rope socket made every 25 light job. rope socket ماشي اوكي. rope socket دي لا، انا ممكن كل اسبوع اغير rope socket. يعني rope socket دي مش ازمه بالنسبه لي، لان كده كده اصلا وانس ان الجوبايه خلصت انا بقص الكابل ده عشان ان انا افك ال rope socket دي. طب افكها ازاي؟ بقطع الكابل ده وبعد شويه بوصل الكابل من جديد، وهنشوفها دلوقتي حالا برضو مع بعض. لكن عدد مضلات دي صعبه قوي هندسه، 25 و10 والكلام ده، اعتقد انها بتبقى مختلفه من جوبايه للتانيه ومن اوبريشن خفيفه. انا نازل اعمل 25 ميموري جيج، هل ان انا لازم ان انا اغير الروب سوكت؟ لا، لو تقصد ان احنا هنقص ونحط الكابل من جديد اوكي. طيب تعالوا نشوف بقى البريشر كنترول ايكويبمنت دي يا شباب. زي ما اتفقنا انت شغال في لايف ويل، فانت محتاج حاجه اسمها البي سي اي بريشر كنترول ايكويبمنت، حاجه تركب فوق كريسماس تري عشان ان انا اكنترول البريشر بتاع البير. طيب السليك لاين زي ما حضرتك شايف كده، السؤال اللي سال من شويه من دقايق باشمهندس محمد خالد كان بيسال بس عن فكره الستافنج بوكس وعن الباك اوف. الفكره كلها انا عندي دلوقتي الكيبل هيجي يركب على السيرفس، الجزء ده هو الجزء الخاص بالويل كنترول، هو ده اللي هيبقى بيحتوي البريشر بتاع البيل. ده بيركب فوق كريسماس تري وبيبقى فيه من جواه البريشر بتاع البيل. لو في غاز في البيل فهو بيشيل نفس البريشر الموجود في البيل. الكابل بيجي يلف من فوق من هنا كده ويدخل جوه الجزء ده. الجزء ده ممكن ان هو ده اللي بيختلف نتيجه اختلاف الكابل. يعني لما تكون شغال بسليك لاين الجزء اللي فوق ده هيختلف عن البريدد لاين، هيكون مختلف عن الاي لاين. كل واحد منهم ليه ستافنج بوكس مختلف. في البريدد لاين والسليك لاين بنستخدم حاجه اسمها السليك الستافنج بوكس. في الاي لاين لا، بنستخدم تول تانية. بنستخدم تول تانية عشان او جزء تاني هنا صغير كده اسمه الباك اوف. يعني من النهايه برضه هما الاثنين عباره عن الكابل يعدي من جواهم من غير ما يحصل ليكج، بيبقوا قافلين على الكيبل من كل ناحيه. طيب في جوبات بتحتاج ان انا هو ده البي او بي او البلو اوت بريفنتر الصغير بتاع الواير لاين. ساعات بستخدم سنجل لام، ساعات بستخدم دبل لام، ساعات بستخدم وات ايفر بقى حسب الجوبايه دي البريشر بتاعها ايه، الويل كنترول بتاعها نظامه ايه، ايه المشاكل اللي في البير. فببقى بختار عدد الرامات بتاعه البي او بي او المانع الانفجار اللي هستخدمه بيزد على الاوبريشن الموجود عندي. طيب اول جزء هو الستافنج بوكس اللي احنا اتفقنا عليه. الكيبل دلوقتي اهو جه من الهي بولي طلع لفوق، وهو طالع لفوق بيعدي على البكره بقى اللي هتنزله لي ده. يعني هو كان طالع فيرتيكال لفوق هيلف دلوقتي، بص كده هو ده بالظبط اللي بيحصل. الكيبل دلوقتي وهو بيلف نازل او طالع لازم يلف على البكره دي عشان ينزل يدخل جوه الباك اوف اللي هنا ده. طيب الباك اوف او الستافنج بوكس اللي موجود هنا ده يا شباب في جوه هنا ضغط 5000 بي اس اي وهنا في زيرو. مين اللي عامل الموضوع ده كله؟ اللي عامل الكلام ده كله هي عباره عن باكينج او جلاندات. اهو يا هندسه انا حتى كاتب الستافنج بوكس فور سيك لاين، لكن الباك اوف هتلاقيها دايما مع الاي لاين. لكن طبعا للاسف انا ما استخدمتهاش في البرزنتيشن دي، لو انت محتاجها ممكن ان انا ابعتها لك. فخلاص الكيبل اهو لف على البكره دخل جوه الستافنج بوكس. الستافنج بوكس من جوه الكيبل بيبقى معدي من جوه باكينج كده او جلاندات مصنوعه من الرابر عشان ان الكيبل يعدي من جواها. زي ما انت شايف كده الجلاندات دي بنبقى رصينها فوق بعضها كده 1 2 3 4 5 كده، وانت طالع والكابل معدي من جواها. طول ما انت نازل في البير او طالع من البير فخلاص البريشر اللي جوه ده ما بيقدرش ان هو يعدي بسبب الباكينج ده. والباكينج ده كل جوبايه بنغيره، كل جوبايتين ممكن في الجوبايه الواحده بنضطر ان احنا نغيره. انا حصلت معايا انا نفسي كام مشكله بسبب الباكينج ده. فده بيبقى عباره عن رابر ماتيريال بتقدر انها تعمل لي سيلينج حوالين الكيبل عشان ما يحصليش اي دامج. طيب ان كيس ان انا عندي بريدد لاين فساعات بنستخدم حاجه اسمها الجريس انجكشن هيد بالاضافه للرابر اليمنت اللي هو الخاص بالباكينج ده. فساعات بنحتاج ان احنا نحقن جريس او شحم حوالين الكابل من كل ناحيه عشان نمنع التسريب بتاع الغاز اللي ممكن يحصل حواليه. فده بيتم ازاي؟ عن طريق ان انا بجيب بامب كده بتحقن جريس او شحم. الجريس ده بيطلع في خط وبعدين بيدخل حوالين الكابل كده يملى الفراغ او المنطقه اللي حوالين الكيبل عشان هو يمنع لي
يمنع لي فكره الليكج اللي ممكن تحصل. زي ما انت شايف اهو ده برميل فيه جريس، الجريس ده بيتحقن جوه الانجكتر، الجريس انجكشن كولر ده بيبدا ان هو يملى الفراغ اللي حوالين الكيبل ده، الكيبل هو الجزء الاسود اللي في النص ده، انا بقعد احقن جريس حواليه من كل ناحيه، وبرضه كده كده في عندي الباكينج موجود فوق، الباك اوف او الستافنج بوكس مازال موجود فوق ما فيهوش اي مشكله. طيب الشحم بقى اللي هو الزياده اللي انا عمال احقنه ده هيعمل لي ريتيرن كده ويرجع لي هنا للتاني ده اللي هو الجزء التاني ده اللي هو برميل فاضي بستقبل فيه الريتيرن بتاع الجريس. طيب اللوبريكيتور زي ما انت شايف احنا كده ماشيين طول بواحده بواحده، الكيبل على درام ودرام على هي بولي او شيف، طلع لفوق الشيف نقلت الحركه دي، عدينا من الستافنج بوكس او البريشر كنترول اكويبمنت الموجوده هنا دي، هيبقى عندي اللوبريكيتور. ايه لازمه اللوبريكيتور ده يا شباب؟ اللوبريكيتور ده بكل بساطه هو عباره عن ماسوره عاديه جدا بايب، لكن البايب دي من جوه فاضيه، اقدر ان انا لو انا عاوز ان انا اعمل كونكشن للتولز اللي هتدخل البير لازم احطها جواه الاول، اخد التول دي يعني الكيبل اهو عدى نزل جوه اللوبريكيتور والستافنج بوكس، حطينا التول اللي هتنزل في البير، هشد التول دي احطها جوه اللوبريكيتور واروح اربط اللوبريكيتور على الكريسماس تري او على البلو اوت بريفنتر. اهو انا عندي دلوقتي، بص كده دلوقتي انا عندي فيه تول اهي، التول دي راكبه في الواير لاين، قبل ما انزل البير لازم ان انا اعمل لها ديبلويمنت او ان انا احطها كلها جوه اللوبريكيتور ده جوه الماسوره دي. بعد شويه هبدا ان انا اربط، يعني اهو ده اللوبريكيتور هو المواسير الطويله اللي شابكه في بعضها دي، بيتفك من هنا كده من البلو اوت بريفنتر عن طريق كويك يونيون، ببدا ان انا اركب الاكويبمنت دي التول اللي هتنزل في البير جوه اللوبريكيتور واربط اللوبريكيتور، وبعد كده خلاص الاكويبمنت بتاعتي بقت موجوده جوه هنا. هوريك في الاخر فيديو هيوضح الموضوع جدا. اللوبريكيتور ده بيبقى شغال على نفس البريشر بتاع البير، يعني لو البير بتاعي 3000 بي اس اي فانا بعمل تيست اللوبريكيتور على 4500 مثلا، لو البريشر بتاعي 5000 هعمل تيست على 7500، فبعمل له تيست بضغط اعلى من ضغط البير لو قدرت. طيب خلوني اوريك الفيديو ده بسرعه جدا. دي ناس اهي بتجمع التولز بتاعه الواير لاين. اول حاجه زي ما انت شفت كده في الاول ده الستافنج بوكس اللي انا قلت لك عليه، الناس دلوقتي بتحط الكيبل اهو، بتجيب الكابل كده تعديه تدخله جوه الستافنج بوكس، شوف كده بيعمل ايه، اهو خد الكابل بيركب الكابل دلوقتي، هيحط الكابل دلوقتي جوه الستافنج بوكس اهو، بص كده بيعمل ايه، بيعديه من جوه الباكنج اللي موجود جوه الستافنج بوكس، هيربط دلوقتي الستافنج بوكس في اللوبريكيتور، ايوه دلوقتي هو واخد الكابل بيقصه الاول او بيقطعه بيجهزه عشان ان هو يدخله جوه اللوبريكيتور، اهو دلوقتي خلاص خد الكابل اهو من الستافنج بوكس، معلش خلينا نعيد بس الحته دي، الكيبل دلوقتي يا شباب هو اخد الكيبل عداه من على الشيف دخله جوه الستافنج بوكس، عداه دلوقتي بيركبه في التول اللي جوه اللوبريكيتور ده، حاجه بنسميها روب سوكت هوريها لك دلوقتي حالا اللي هو بيربطها دلوقتي، ده الكيبل اهو رابط في حاجه اسمها الروب سوكت، هو ده اللي حد سالني من شويه عن فكره ازاي الكيبل بيشيل حاجه وهو كابل في النهايه، اهو الكيبل ده بيدخل في حاجه اسمها الروب سوكت، ربط الروب سوكت ده في التول جوه اللوبريكيتور اهو، هياخد بقى دلوقتي الشيف دي او البولي دي ويبدا ان هو يشوف بقى هيعمل ايه، هيرمي التول لجوه قوي، ده اول حاجه شايف الخبطه دي عشان ان هو يخلي الكابل يبعد جوه خالص، هيبدا يسحب الكابل ده عشان ان هو ما يبقاش فيه السماحيه دي كلها، ربط الستافنج بوكس اهو في اللوبريكيتور عن طريق التول دي اسمها كويك يونيون بيربطها، اعتقد الفيديو هيخليك مش هتنسى خالص الجوبايه دي ان شاء الله، لكن هو دلوقتي خلاص الكيبل عدى من الستافنج بوكس عدى جوه اللوبريكيتور ربط كل ده في بعضه اهو، هيبدا ان هو يعلق بقى يرفع الكلام ده عن طريق وينش اهو الكرين، ارفع رفع خلاص اللوبريكيتور دلوقتي
جميل جدا. شايف انت التول دي يا شباب، التول اللي هنا دلوقتي هو رافع اللوبريكيتور اهو، التول جواها هيربط دلوقتي، ده التول دلوقتي اللي نازله البير اهو، اللي نازل يعمل بيها اي اكتيفيتي، هيبدا يسحبها لحد ما تدخل جوه اهي، شايف بيبدا يسحبها يحطها جوه اللوبريكيتور الاول، بعدين هيطلع دلوقتي يربط بقى الكويك يونيون دي، هيربطها في البي او بي. اللوبريكيتور ده دلوقتي جواه التول اللي هو جاي طالع يعملها، نظف الثريد بتاعه وبدا ان هو يربط الكويك يونيون. دلوقتي خلاص بقى البير بتاعي كله، ده طبعا يعني حاجه كده تعليميه، لكن هي دي مش حقيقه، دي مش شغلانه حقيقيه، دي حاجه تعليميه بس كده. طيب الروب سوكت هتشوفها دلوقتي يا هندسه حالا، ما اتوقع ما الفرق بين السليك لاين والواير لاين. السليك لاين والواير لاين كلمه واحده، لكن دايما كلمه سليك لاين معناها ان هو ميكانيكال، الواير لاين ممكن تكون حاجه يعني، الواير لاين هو المصطلح العام تحتيه سليك لاين وبريدد لاين واي لاين. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم على البي او بي. البي او بي هو منع انفجار بسيط بيستخدم في الواير لاين، ممكن يكون بيشتغل مانوال بالايد كده زي ما انت شايف كده، اقدر ان انا الف بس الستيم ده، فالستيم ده يقفل لي الانيولار سبيس الموجود هنا، وممكن يكون اوتوماتيك او هيدروليك عن طريق هيدروليك بيستون بيقدر ان هو يتيك اكشن او يقفل لي البي. طيب البي او بي زي ما قلت لك بيبقى ساعات مانوال، ان هو بهاند كده او بليفر، وتقدر انت تلف وتقفل الفالف ده فيقطع لي البير، يقطع لي الكيبل او يقفل الفلو، وممكن يكون هيدروليك زي ما انت شايف كده، فيه هيدروليك بيستون اقدر ان انا استخدمه. الهيدروليك بي او بي مينلي بيستخدم في الاوبريشنز زي الحاجات اللي هي اللي فيها هاي بريشر اكتر، الحاجات اللي فيها اتش تو اس، الحاجات اللي هي فيها ما اقدرش ان انا اطلع لها، فخلاص بيستخدم البلايند رامز او الهيدروليك رامز دي عن طريق سيجنال كده يديها، خلاص كده البير قفل او قطع الكيبل جوه البير والموضوع انتهى. ساعات بنستخدم بدل ما احنا بنستخدم سنجل بي او بي او دول بي او بي، ممكن استخدم مالتيبل ست من البي او بي، احط والله بلايند رام مع شيد رام مع بريدد لاين انفرتد رام مع سليب رام، ببدا ان انا اجمعهم كده بترتيب حسب رؤيه المهندس المسؤول عن انه يعمل لي البروجرام او البروسيدور بتاع الرانين هول. الرامات بتاع البي او بي يا شباب حاجه من اتنين، غير انها هيدروليك ومانوال، لا احنا بنتكلم على دلوقتي الاكشن بتاعها ايه. والله عندي رامات بتعمل سيل حوالين الكيبل، تفضل ماسكه الكيبل كده زي اللي هي السليب رام والسيلينج رام، مجرد انها بس تقفل تمسك الكيبل في مكانه وتعمل يعني تحافظ على البريشر. لكن في حاله الكوارث بقى، لا قدر الله حريق حصل، مشكله حصلت، فخلاص هنضطر ان احنا نقطع الكابل في البيل، فبندخل بالبلايند شير رام تدخل تقطع الكيبل تماما. طيب عشان زي ما اتفقنا ان الجوبايه دي جوبايه سريعه قوي ومحتاج ان انا اكون سريع فيها، فبنستخدم الكويك يونيون، والكويك يونيون دي هي حاجه كده زي ما انت شفت الراجل بيربطها بايده كده، بنسميها الاكم ثريد. الاكم ثريد ده عباره عن نوع الثريد الموجود فيها، بتقدر ان انت تلفها بايدك كده فتقدر ان انت تربطها وكده، خلاص مش محتاجه ان انت تطرلك عليها او ان انت تاخد يعني تورك عليها عشان ان انت تسيل، هي بتقفل لوحدها. في ادابتور فلانش، ساعات لو انا في عندي مشكله في الكريسماس تري، الكاب بتاع الكريسماس تري المفروض ان الكوكي يونيون دي بنركبها على التري بتاع الكريسماس تري، لكن ان كيس ان في مشكله فيها فممكن ان انا استخدم الادابتور فلانش دي، من ناحيه تحت بتبقى راكبه في الكريسماس تري، ومن ناحيه اللي فوق السليد بتاعها ده بيكون راكب عليه الكويكي يونيون اللي اتفقنا عليها في اللوبريكيت. طيب تعال نتكلم على السب سيرفيس اكويبمنت بقى، التولز اللي نازله تعمل الجوبايه دي. اول حاجه، اول جزء فيها هو الروب سوكت، بعديه في حاجه اسمها الستم، بعدين ستم تاني ساعات بنسميه سينكر بار، بعد كده عندي الميكانيكال جار، ده اساسي في اي سليك لاين اوبريشن، بعد كده ناكل جوينت، شويه تولز كده بتكون بقى بتنزل البير، هي دي الحاجات اللي هتتعلق في الكابل عشان تنزل البير. طيب تعال نشوفهم واحده بواحده. اول حاجه الروب سوكت. الروب سوكت زي ما انت سالت يا هندسه كده، انا كابل بسيط سلك، ازاي ان انا هربط فيه كل الكلام ده؟ الروب سوكت ده الكابل ده بيدخل جواه، وعن طريق ميكانيزم معين كده، عارف ان انا مثلا اعمل العقده اللي انت شايفها دي، الفه لفتين ثلاثه من جوه، المهم ان هو ليه اكتر من ميكانيزم عشان ان هو يربط السلك ده في السوكت اللي انت شايفه ده. السوكت ده في النهايه بيطلع منه ثريد، ابدا ان انا اربط فيه بقى الحاجات الباقيه دي. تمام. طيب يبقى
بعد اللوب سوكت، اللوب سوكت خلاص حول لي من سلك او كابل عادي، حول لي المكان فيه ثريد او فيه فيميل ثريد اقدر ان انا اربط فيه اي تول ثانيه. طيب الجزء الثاني هو الواير لاين ستيم او بيسموه سينكر بورد. زي ما انت عارف انا في عندي التول اللي نزل بيل دي محتاج ان انا يكون ليها وزن كبير عشان انها تنزل في البيل بسرعه. طيب ببدا ان انا احط السينكر بورد ده كماسوره مصمطه كده من الحديد، تبدا مهمتها الوحيده انها تديني ويت عشان ان انا اقدر ان انا رانين هول واتغلب على البريشر اللي انا شغال بيه في البيل، عشان انها تشد الوزن، يعني عارف وزن يشد التول ينزلها تحت. تمام. طيب الميكانيكال جار ده تالت كومبوننت على طول بتبقى بعد الواير لاين ستيم او السينكر بورد، بيبقى عندي الميكانيكال جار. الميكانيكال جار ده يا شباب بيبقى عباره عن جزئين زي ما انت شايف كده، وزنه تقيل جدا. لما انت تسيب الجزء اللي فوق ده بينزل يخبط جامد على الجزء اللي تحت ده، فكانك بالظبط بتعمل خبط عليه، بتعمل كده كانك بتدق على الاكويبمنت الموجوده في البيت. بيبقى منه انواع مختلفه، منه الميكانيكال جار، منه السبانج لينك جار، منه الهيدروليك جار، انواع في حاجه اسمها الويت لود تقريبا او حاجه كده منه. المهم ان في كل احوالنا احنا بنتكلم عن هامر، تقدر ان انت لما تنزل جوه البيل وتحط اكويبمنت تحت تقدر ان انت تعمل خبط عليها او تركبها جوه البيل بشكل معين. طيب اللي بعد السنكر بار وبعد الواير لاين جار عندنا الواير لاين ناكل جوينت. الناكل جوينت ده بكل بساطه هو عباره عن طول كده، مجرد دراع كده بس، في كوره من هنا بيدي لك فرصه انك يحصل انحناء في البير في الابار اللي فيها انحناءات او فيها زوايا ميل. ما هو محدش سالني، احنا دايما الواير لاين مش بننزل بيه في فيرتيكال ويل، ساعات بنستخدم في ابار مايله. الميل ده هيحصل ازاي؟ عن طريق الشكل اللي انت شايفه ده، طول كده تقدر انها يحصل لها انكلينيشن او تديني ديفييتد انجل. طيب تعالوا نشوف نفس الناس اللي دي بتعمل ايه دلوقتي. هو بيعمل نفس الفيديو تقريبا، هو على ما اعتقد هيستوري على التكرار. طيب تعالى بقى نبدا نتكلم في التولز بقى اللي نازله تعمل حاجه. انا دلوقتي كلمتك في روب سوكت، كلمتك في سينكر بار، كلمتك في جار، كلمتك في بعد الجار عندي الناكل جوينت. تعالى بقى نشوف احنا نازلين نعمل ايه في البير اصلا. احنا لحد دلوقتي كده ما عملناش حاجه، احنا كنا بس بنجمع التولز اللي هي هتنزل جوه البير، لكن انا محتاج دلوقتي بقى اختار تول من التولز اللي انت شايفها دي. انا نازل اعمل ايه؟ هل نازل اشيل سكيل، ولا نازل اعمل فيشنج، ولا نازل في حته في البير واقعد فنازل اشوف شكلها ايه، او اخد لها امبريشن او اخد لها برنت، نازل اعمل ايه في البير؟ ده بيبقى بيزد على التول بقى اللي انا هنزل بيها او هختارها من الصندوق اللي انت شايفها. والله انا ممكن استخدم حاجه اسمها السواج تول. السواج تول دي هي التول اللي هي اللي هنا دي. السواج تول دي ايه لازمتها؟ بستخدمها عشان لو في اي ريستريكشن في التيوبنج، حته مخبوطه في التيوبنج زي ما انت شايف كده، بنزل جوه البيل بالسواج تول عشان ان انا ازودها، يعني كاني بعمل هامرنج جوه زي ما انت شايف كده. ده السواج تول راكبه على جار، والجار فوقيه سينكر بار، وتمام جدا. طيب في تول تانية اسمها الجيج كاتر او الجيج رينج او البارافين كاتر او البارافين رينج، واتيفر، لكن هي المصطلح الطبيعي بتاعها هي الجيج كاتر. الجيج كاتر ده بيبقى زي ما انت شايف كده بايب مفتوحه من الجنبين، ليها حافه من تحت حاده كده شويه، بعلقها في الواير لاين وانزل عشان اتاكد التيوبنج سليم ولا لا. لو عدت من التيوبنج بعمل حاجه اسمها دريفتنج او الدريفت اي دي بتاع التيوبنج، اشوف هل السايز بتاع التيوبنج ده تمام، ولا في سكيل، ولا في حاجات في بريدجات في التيوبنج منعاني ان انا اتحرك. فبنزل كده قبل اي جوبايه اتاكد ان الدنيا فري واطلع تاني، انزل جوه البير اتاكد ان مفيش اي ريستريكشن في البير، تمام يبقى انا كده عديت وزي الفل، اعمل الجوبايه. طب لو ما عدتش من التيوبنج يبقى كده في ريستريكشن في التيوبنج، ما اقدرش ان انا اعمل الجوبايه دي غير محلها. طيب عندي حاجه اسمها البلايند بوكس. بلايند بوكس دي بستخدمها كانها راس هامر، كانها هي دي بقى اللي هدق بيها. يعني انا عندي جار بس انا نازله ادق على حاجه، مثلا في تول استكت في البير، انا بعمل رانين هول وفي تول استكت تحت ومش عارف اشدها ولا اطلعها ولا اعمل فيها حاجه، فعاوز انزل اخبط عليها عشان تقع تحت في اللات هول او تبعد خلاص عني، فبعلق البلايند بوكس ده كانه هامر وانزل ادق دقه كده واطلع. تعال نشوف شكل كده البير من الابار.
انا نازل دلوقتي بجيج كتر، شايف انت الشكل اللي انت شايفه ده؟ ده هيخليني مش عارف اعدي الجيج كتر كده، مش قادر يعدي. يبقى انا الجيج كتر بعمل بيه رانن هول الاول، بيسموها الدامي ران. ده على فكره ده ممكن يكون توب اوف لاينر، انا متوقع كده يعني، ده شكل الحاجه اسمها توب اوف لاينر، وما اتعملوش تنظيف كويس او ميلينج كويس. فانا نازل دلوقتي لقيت التوب اوف لاينر ده او المكان بتاع اللاينر هانجر، فكده خلاص انت مش هتعرف تعدي، الجيج كتر مش قادر يعدي منه. يبقى انت كده ما تحاولش تنزل بطول غاليه او طول صعب ان انت تنزل وما تعرفش تعدي منها ويحصل لك ستاك ومشاكل في البير. طيب عندي التول تانية اسمها الواير لاين تيوبينج اندلوكيتور. التيوبينج اندلوكيتور ده زي ما اتفقنا، ساعات ببقى عاوز اعرف التيوبينج ده النهايه بتاعته فين، ما عنديش داتا للبير، فببدا انزل بالتول دي زي ما انت شايف كده، بيبقى فيها المشبك الصغير ده بيبقى مقفول، اول ما يجي يوصل للنهايه بتاع التيوبينج يروح فاتح، اجي اشد انا ابدا ان انا الاقي الوزن بتاع التولز اللي معايا في الواير لاين بدات تزيد، وبالتالي المفروض ان انا كده ابدا احس بان في ويت جديد او ان انا وصلت للتيوبينج اند. الواير لاين ماجنت، مغناطيس ماجنت بوصله في الواير لاين تولز، لو انا نازل اصطاد حته وقعت في البيل، حاجه صغيره وقعت مصنوعه من الحديد، فببدا ان انا انزل عادي جدا في البيل بيها عشان اصطاد او اعمل فيشنج لاي ميتال بينجذب للمغناطيس، بنزل اجيبها بماجنت عادي جدا. اهو بص كده نزل جابها بمغناطيس وطلع تاني على السيرفس عادي جدا. عندي حاجه اسمها الامبريشن بلوك. الامبريشن بلوك دي يا شباب بتبقى جزء زي ما انت شايف كده، شبه اللي احنا كنا بنبص عليها من شويه، اللي هي اللي احنا كنا بنقول عليها دي اللي هي البلايند بوكس، لكن الفكره فيها بس انها ما بتقدرش تستخدمها انك تعمل بيها هامرنج، بتبقى مصنوعه من الخرصين او الرصاص الطري، وببدا ان انا انزل بيها لو في تول مقطوعه في البير او باظت في البير، فبيبقى فيها جزء كده من الرصاص الطري اللي موجود تحت ده، بنزل اعمل طبعه لشكل الفيش نيك اللي موجوده في البير، ايه اللي موجود، ايه اللي اتقطع في البير وشكله عامل ازاي، عشان اجهز له التول اللي هنزل اصطادها بيه لازم ان انا اكون عارف شكل الفيش نيك بتاعها ده شكله عامل ازاي. فبنجيب الامبريشن بلوك دي وانزل اخبط خبطه جابت لي الشكل ده او جابت لي الشكل اللي انت شايف ده، بتعمل لي طبعه لشكل ايه اللي في البيل، ايه اللي حصل في البيل، كانها مصنوعه من الصلصال كده بالظبط. طيب الواير لاين جرابر ده لما يبقى عندي كيبل اتقطع في البير، ببدا ان انا انزل بالتول اللي انت شايفها دي عشان ان انا اصطاد كابل اتقطع في البير او واير لاين سبير زي ما انت شايف كده، ده بيسموه الواير لاين سبير، وده الواير جرابر او الواير لاين جراب، بنزل عشان اصطاد بيه تولز حصلت فيها مشكله. طيب خلينا اوريك فيديو برضه هيوضح لك الدنيا اكتر. ده الونش اهو بتاع المنصوري، ده الكنترول اكويبمنت بتاعته، بيجهزوا كده التول دلوقتي، شايف انت دي البكره اللي هي الكاونتر ويت الكويك يونيون، شايف انت بيعدي الكابل دلوقتي من الكاونتر ويت، ده الستافنج بوكس دلوقتي عدى الكابل من خلاله، بيزق دلوقتي عشان يعديه من الباكينج، ده الستافنج بوكس اهو الكيبل معدي منه، ده الروب سوكت، بص كده ده شكل الروب سوكت يا شباب، حط التول دلوقتي جوه اللوبريكيتور وبيقفل الكويك يونيون، هيبدا ان هو يرفع اللوبريكيتور، ركب الاول البي او بي على الويل هيد، هيبدا يفتح البير دلوقتي يعمل تيست، الاوبريتور اللي موجود جوه شايف انت شكل الكيبل دلوقتي وهو طالع من على الدرام، شايف اللود سيل اللي انا كنت بكلمك عنه، الكيبل بيلف دلوقتي ده اللي عمال بيعد الويت سوري الدبس دلوقتي كده، هو كل ما بياخد قرايه من عدد لفات ال الدرام اللي احنا اللي اسمها ايه الكاونتر ويت، الكاونتر ويت بيبدا ان هو يعد هنا، بص كده معلش تاني كده احنا عند 95 قدم 97 قدم 98 قدم، دلوقتي هو بيزود سرعه الرانين هول والبول اوت اوف هول، هنا كل الامرجنسي كنترول بقى بتاع البير، ده الويت انديكيتور اللي احنا اتكلمنا عنه اللي بيقيس وزن التول، يعني دلوقتي وزن التول بتاعته اراوند مثلا احنا ايه هنا 100 4000 باوند في 10
باوند، يعني بنتكلم ادلون تقريبا لسه ما شالش اي وزن، لسه تقريبا زيرو اهو، ده 100 200 300 400 باوند. فتح البير الطول دلوقتي خلاص خرجت من ده الجيج كاتر اهو يا شباب، ده اللي هو الجيج كاتر اللي هو نزل بيه في البير الاول. شوف كده شكله هو طالع من البير دلوقتي اهو، ده شكل الجيج كاتر تمام. هو دلوقتي كده خلاص كده الجوبايه بتاعته خلصت. تعالى طيب هوريك انيميشن سريع جدا للي بيحصل عندي. ده الويل هيد بركب عليها الاول بلو اور بريفنتر، سيبك من جوزنك كده لان ده انا كنت عاملها لحاجه ثانيه. ركبنا اللوبريكيتور، الكيبل هيبدا ان هو يعدي من هنا كده، عدينا الكيبل الاول من فوق دخل جوه اللوبريكيتور، ربطنا فيه الروب سوكت السينكر بار، سيبك من الحاجات المكتوبه دي. بدانا نجمع التول سترنج اللي نازل البير، خلاص كله اتجمع، يدخل كله جوه اللوبريكيتور. اخد اللوبريكيتور ده اروح اركبه على البي او بي، ابدا ان انا افتح الكريسماس تري دلوقتي عشان ادخل بريشر جوه هنا. بدات رانين هول، عملت الجوبايه اللي انا عاوزها. اطلع دلوقتي، طبعا طول ما انا شغال ببقى عيني طبعا على الويت بتاع الويت بتاع التول دي، كل حاجه في الاوبريشن دي بتتم عن طريق الحسابات بتاع الوزن. طيب سيبك بقى من كل الكلام ده، ده ملناش فيه، ده برضه كده ده حاجه تانية، جوبايه تانية خالص. طيب احنا كده المفروض ان احنا خلصنا الجزء اللي احنا عاملين حسابنا عليه. فدلوقتي اتمنى ان انا اشوف الاسئله بتاعتكم، لو في حد عاوز يسال في حاجه الاول خلينا نجاوب الاسئله اللي هنا. شو تم الاثبات في الوايرد لاين؟ جميل، الوايرد لاين جاب بيكون موجود في بيل في مادة، خلاص جاوبناها. ما هي الاشياء التي اتجنب وجودها اثناء عمل الوايرد لاين وتعطي اخطاء في التسجيلات؟ زي ما قلت لك التنشن في الكيبل، الكابل ما تعتم يعني ما تثقش قوي في القرايه بتاعه الدبس اللي انت عنده، الدبس ده ممكن يكون زياده متر ناقص متر بيزد على اخطاء بسيطه جدا في الكاونتر ويت او اخطاء بسيطه جدا في الاسترتش بتاع الكابل. الكابل ده لما بيشيل اوزان ثقيله بيتمط، بيحصل له ستريتشنج. ايه الفرق ما بين السليك لاين والواير لاين؟ اتفقنا. ايش فايده الروب سوكت؟ الروب سوكت دي هي هندسه زي ما اتفقنا، بتحولني من سلك عادي او من سنجل ستراند، بتحولني لتول اقدر ان انا اربط عليها اي اكويبمنت. الجيج رينج هو نفس الجيج كاتر، هو نفس ال يعني مسميات كتير لكن هي في النهايه الجيج رينج هي الجيج كاتر. الفيشنج ماجنت مش بتمسك في الكيسنج او البرودكشن تيوبنج وانا نازل، لا خالص يا هندسه، لان انت بتبقى نازل بويت في عليها وزن اصلا بيخليها صعب جدا، وبعدين الكيسنج ممكن اصلا ما يكونش فيروس اصلا، او التيوبنج ممكن يكون فيه حاجات زي نيكل وحاجات كده صعبه. ما هي فائده اللوبريكيتور؟ بريشر كنترول اكويبمنت، ماسوره بحط فيها الاكويبمنت عشان ان التولز اللي انا نازل بيها عشان ان انا اعمل رانين هول يعني جوه ضغط. هل هي فقط لربط بين الستافنج بوكس والبي او بي؟ بالظبط، هي مش عشان كده بس، هي اللي بتاكوميديت، هي اللي بتشيل التول اللي على السيرفيس دي، بتاكوميديتها يعني بتحتويها، وبتحتوي طبعا البريشر بتاع البي. الماتيريال اوكي حاضر، يعني ده كان يحتاج السلك رن مضلات عشان ما ينقطع. اتفقنا يا شباب موضوع عدد المضلات دي مفيش حد يقدر ان هو يقولها، انا بقول لك لو بعمل لايت جوب لمده 100 مضله ولا هحتاج اي مشكله، لكن لو الكابل ده نزل مضله واحده البير واستك وعملت عليه ماكسيمم اوفر بول، شديت الكابل جامد جدا بقوه كبيره لوقت طويل، الكابل ده ممكن خلاص ما عادش ينفع يشتغل تاني. لو انا مضله واحده انا لسه جايبه براند نيو ورانين هول واستكيت واضطريت ان انا اعمل اوفر بول اشد الكابل ده باقوى قوه ممكنه، الكابل ده نتيجه الشد الكبير ده بيبدا انه يحصل له مشاكل ميكانيكيه في الكابل نفسه، كده خلاص الكابل ده غالبا مش هستخدمه تاني لان الكابل بيكون وصل يعني الماكسيموم بتاعه، معود مش هينفع ان انا اشتغل بيه اكتر من كده. طيب عندنا باشمهندس وائل، باشمهندس نور الدين الاول. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام يا هندسه، اهلا وسهلا. سؤال، اذا مثلا احنا قلنا الوايرلاين يكون البير حي يعني مظبوط لو هاي زين، انا من انزل هاي المعدات يعني مو اكو فلو راح يعيق لي مثلا الوايرلاين نزوله مثلا، وما راح يعطيني مثلا ياثر الوزن وهي قوه الطفو بين قوسين. قوه الطفو ايه؟ يعني قوه مو البير بي فلو؟ لا
اثناء الواير لاين اوبريشن ما ينفعش ان انا اخلي البير يكون مفتوح. هو يعني البير فيه غلي فيه ضغط لكن البير مش مفتوح على الانتاج، البير ما بينتجش. ايه ما ينتج للعازلات بس هو اكيد يعني بي من انزل. لا هو هو في ضغط هندسه فعلا، في ضغط في البير لكن انا مش فاتح البير على الانتاج، يعني ما فيش فلو طالع من البير، البير مقفول، التشوك بتاع البير مقفول. انا اقصد باللي يعني داخل البير المعدات مو راح تتاثر مثلا بالنفط وهاي من انزل. لا لا خالص، الضغط بيبقى متوازن على على الاكويبمنت، الضغط يتغير لو في فلو لكن انا ما يعني عنديش فلو على الاتموسفير ده اشتغل. لا 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 ما عنديش ضغط اتموسفير خالص، انا دلوقتي شغال على نفس ضغط البير، الطول من كل ناحيه شايفه نفس الضغط، فمش مش هتلاقي اي مشكله. امتى هتلاقي مشكله؟ لو انت بدات تعمل فلوينج للبير، هتلاقي الاكويبمنت دي عماله تطير منك لفوق زي السوست او السبرينج، تلاقي الاكويبمنت دي طارت لفوق لو 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 حصل فلو، لكن ده ما بيحصلش. احنا بنبقى متاكدين ان البير واقف تماما، ما فيش فيه انتاج. طيب باشمهندس نور الدين اتفضل. استاذ زين، البكر مثلا من اريد انزله يعني هاي المعدات يعني راح تساعدني بهيك شيء؟ يعني مثلا تروح انت قلت لازم تكون بالسنتر مال مال الويل. جميل جدا صح. بص يا هندسه، البكر هو يكون بالزوايا او بالاطراف يعني مال الويل. يعني ايه زوايا او اطراف؟ يعني تقصد انها ما بيخلاش تميل. اي يعني شلون مثلا اذا انزل بكر انا اكيد راح يكون بجوانب التيوبنج. حلو جدا، بس ما تنساش حاجه هندسه، البكر ده وزنه تقيل جدا، فبيبقى نازل واخد الطول لاين الطول سترينج في السنتر بالظبط. يعني ايه في السنتر؟ الوزن الكبير بتاع التولز اللي انا شايلها وانا نازل في البير، التولز دي بتبقى وزنها مخليه الاكويبمنت دي في السنتر بالظبط، فما فيش اي مشكله في دي خالص. طيب باشمهندس وائل اتفضل. العفو استاذ، بالنسبه للابار الهوريزونتال او الديفييتد، شلون ممكن نخلي الواير لاين او السلك لاين بالسنتر؟ ما احنا نعرف راح يصير فرق بالجاذبيه، فراح ياثر هذا الشيء على التمركز. سؤال جميل جدا يا هندسه. في حاله الديفييتد ديفييتد ويلز في الغالب الواير لاين بيبقى شغله صعب جدا فيها، خاصه لو الزوايا كبيره، عشان كده ده من ضمن الليميتيشن بتاعه الواير لاين، ما بقدرش استخدم الواير لاين في الكونديشن دي. لكن لو الميل قليل بستخدم حاجه اسمها السينكر بار تراكتور او الرولر سينكر بار، دي بتبقى تول كده فيها زي بكر كده من الجنب، بتخليني اقدر ان انا انزل في الابار الديفييتد دي بس بزاويه قليله. لو الزاويه زادت لا خلاص الواير لاين ما تقدرش تستخدمه، وروح هات كويل تيوب، ما بتقدرش تستخدم الواير لاين في الابار الديفييتد قوي الا عند زوايا صغيره 10 درجات 20 درجه كده، لكن تقول لي 90 درجه لا مستحيل، لازم استخدم حاجه زي كول تيوب. فعشان كده هي بتبقى مش افكتيف للاسف في الابار اللي هي ديفييتد او الابار المايله قوي. يعني اللي افهمه انه بالابار الهوريزونتال غالبا يتم استخدام الكولد تيوبنج حتى بعمليات الايفالويشن سي بي ال في بي ال، كل هاي العمليات تتم بالاستخدام مال الكولد تيوبنج بدل الواير لاين بالهوريزونتال. بالظبط بالظبط كده يا هندسه. تمام شكرا. تمرك. عندنا طيب باشمهندس احمد. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام يا هندسه، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك؟ انا متابع حضرتك من 2019، انا خريج 2019 وبشكر حضرتك جدا على الشغل المبذول، يعني ربنا يجازيكم خير. ربنا كرمني ودخلت ضبط احتياط 3 سنين ولسه الحمد لله مخلص من فتره، يعني ففي عجاله كده ان انا شغال في شركه غارب للخدمات البتروليه يعني كميموري جيج انجينير. جميل جدا. تمام، فانا كان نفسي ان انا اشتغل حفر صراحه، وقدمت كتير بس الحمد لله ربنا ما سهلش يعني. ربنا يوفقك. بس حضرتك في حته مستقبل بس الواير لاين، يعني يا ريت في عجاله كده وانا مع حضرتك ورا وقلم. الواير لاين شغلانه هندسه مستمره دايما، شغلانه محترمه جدا، هي للاسف شغلها الى حد ما عتاله شويه، لكن هي شغلها الى حد كبير شغلها مستمر ما بتوقفش، مرتباتها حضرتك الحاجات جداً. الحاجات اللي اهتم بيها معلش كواير لاين وكشغل مثلا في الواير لاين والاستيك لاين والكلام من ده، في حاجات معينه اهتم بيها مثلا في الوقت الحالي؟ لا انت مجرد لا 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 فيديوهات التريننج دي هندسه، الواير لاين تريننج ده مهم جدا، تقدر ان انت بسهوله جدا تشوف مليون فيديو لحد بيشرح واير لاين، كل واحد هتلاقي عنده معلومه مختلفه عن الثاني، وحد وصل لك معلومه مش موجوده في الناحيه الثانيه. وانت لو طلعت على الاكويبمنت دي هندسه او الاوبريشن دي لمده اسبوع واحد،
هتبقى سوبرفايزر، هتبقى عالمي فيها. الوايرلاين شغلانه خفيفه اصلا مش كبيره. فوانس ان انت طلعت جوبايه زي دي لمده اسبوع واحد هتبقى ما شاء الله يعني هتوصل فيها بسهوله جدا يعني. باشمهندس احمد محمد اتفضل. باشمهندس امين اللي جاي معلش انا اسف. باشمهندس احمد اتفضل. السلام عليكم، ازيك حضرتك يا باشمهندس السيد؟ وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا هندسه. هو الستافنج بوكس بيبقى معايا باكنج، بيبقى في احتكاك ما بين الواير لاين والستافنج بوكس، فازاي هو بالاحتكاك ده ما بيمنعش ان الواير لاين ينزل لتحت او كده؟ جميل جدا. الباكنج ده فعلا يا هندسه بيبقى عارف داخل حشر جوه الستافنج جوه الباكنج ده. وانا بقول لك حصلت لي مشكله في مره من المرات ان الكيبل قطع الباكنج، الباكنج ده الكيبل وهو ماشي جواه بيسخنه جدا فتقطع. وانس ان هو اتقطع بدا ان هو يعمل لي ريستريكشن عالي جدا، التول مش عارفه تنزل ومش عارفه تطلع. ففعلا هو بيحصل فيه دامج وبيحصل فيه مشاكل كتيره جدا، ومشاكله للاسف يعني سيئه قوي. بس هو في العموم هو يعني ايه، هو الحل الوحيد اللي انت تقدر تستخدمه عشان ان انت تمنع ان يحصل لك ليكج او يحصل لك جاز ليك او اويل ليك من البير. لكن الحته ان هو ازاي بينزل من جوه الباكينج، بينزل بالجرافيتي. انا حاطط سنكر بار عشان الكلام ده، يعني انا حاطط سنكر بار حاجات كده تقل الوزن بتاع التول اللي في البير، عشان ان انا بس ابقى حاطط ان انا يبقى عندي ويت يشد الكيبل اللي تحت. طيب باشمهندس امين اتفضل. هندسه طب ممكن تكون سؤال؟ اتفضل يا هندسه. اتفضل يا باشمهندس احمد معلش اسف. لا ولا يهمك حضرتك. بالنسبه للماجنتيك اللي هي بتبقى بتاع الفيشنج دي، انا بيبقى معايا التولز كلها ميتال والتيوبنج ميتال، طب ما بيلتصقش بيهم او كده وهو نازل ولا بينزل ازاي؟ لا خالص يا هندسه، لا لا خالص. من الجناب بيبقى في حاجه زي رابر كده بتمنع الالتصاق ما بين التيوب ما بين الكيسنج والتيوبنج، والماجنت بيبقى في السنتر بتاع التول نفسها. فلا ما بتبقاش خالص في التصاق ولا حاجه، الموضوع بيبقى سهل فيها قوي يعني. ابسط من انك تتخيل، الماجنت بيبقى موجود في نص التول بالظبط في السنتر بتاعها. ألف شكر حضرتك يا باشمهندس. حبيبي هندسة. باشمهندس أمين تفضل. عيني أستاذ عندي بس سؤال بسيط إذا فضل. ممكن في حال صار عندنا رين هول وايل دريلينج وعندنا بي أو بي جميل، والكيس مال وكان عندي أوبن هول، ومثلا التول اللي منزلها ريزرفوار ديسكريبشن تول. جميل جدا. هنا الويل كنترول شنو البروسيجر ما على يا اساس نتبعه، وشون نسيطر على البير بهاي الحاله؟ حلو جدا يا هندسه، سالت سؤال محترم جدا. طيب احنا دلوقتي يا شباب ببساطه الباشمهندس سال سؤال محترم قوي، بيتكلم على انا بحفر دلوقتي واثناء الحفر انا عندي فيه بي او بي، والبي او بي ده انا ازاي هكونكت الواير لاين عليه الاول؟ دي اول حاجه. انا الواير لاين تول ده اللوبريكيتور والبي او بي بتاعي والكلام ده هركبهم ازاي على بي او بي؟ ببساطة جدا يا هندسة، انت تقدر انت تستخدم حاجة اسمها الشوتينج نيبل. الشوتينج نيبل دي بتبقى عبارة عن بايب بنزلها جوه البي او بي بتاع الحفر، واقفل عليها برلمات بتاع البي او بي، بتبقى جزء من البير. ونهاية البايب دي فوق، يعني انا عاوز اوري لك بقى يعني كده، لازم اوريك يعني ايه شوتينج نيبل. شوتينج نيبل شايف انت يا هندسه المنظر اللي انا هوريه لك دلوقتي حالا ده؟ معلش. ايوه هي دي. هندسه الصوره كده واضحه عندك صح؟ هندسه سامعني؟ الصوت تمام يا شباب ولا في مشكله في الصوت؟ طيب صوت تمام استاذ. تمام. طيب خليني هندسه جاوبك. الشوتينج نيبل ده زي ما انت شايف كده، انا عندي فيه بي او بي اصفر اهو، ده البلو اوت بريفنتر بتاع الحفر، وده الليك فلور. انا بنزل الشوتينج نيبل دي عباره عن بايب، والبايب دي بتنزل تتعلق في الانيولر بي او بي، ومن السيرفس بقى فوق ببدا ان انا اركب اللوبريكيتور واركب كل الحاجات اللي انت شفتها من شويه دي. فالويل كنترول بالنسبه لي دلوقتي هيفضل برضه هو الواير لاين ويل كنترول اكويبمنت، البي او بي بتاع الويل كنترول هو ده اللي بيتحكم لي في كل حاجه. لكن البي او بي الكبير ده مجرد ان هو عامل هانجنج بس كده، شايل لي الشوتينج نيبل او البايب اللي انت شايفها دي. اتمنى انها تكون وضحت. فلو في حد يا شباب لسه عنده اي سؤال خلينا اشوف. باشمهندس امين كده الدنيا وصلت ولا في عندك مشكله؟
وصلت، شكرا جزيلا وصلت. حبيبي هندسة الله يكرمك. شباب كده في أي حد لسه عنده أي سؤال ولا حاجة؟ خلينا نشوف آخر حاجة معلش هنا. What is the alternative operation in fishing tool can't pick up the tool that fail that fall. طيب الالترناتيف يا هندسه كتير جدا. لو الوايرد لاين ما قدرش ان هو يجيب التول دي لازم خلاص ابدا استخدم كول تيوب. ما قدرتش الكول تيوب ما قدرتش تعمل فيشنج، بروح خلاص ريج بقى ونبدا نعمل ريج اوبريشن وابدا ان انا اعمل الجوبايه بتاعتي، يعني خلاص اعمل فيشنج اوبريشن كامله. ليش؟ لازم انستغرام بس متاكد ان التول يشتغل في حاله الحفر زيك نستخدم المد بس متخلص من الحفر. يعني خلصت مد مش فاهم اي حاجه نوعيه. طيب او اقدر زين طيب كان في خناقه. طيب احنا كده يا شباب اعتقد ان احنا خلصنا معظم كل حاجه خاصه بموضوع الواير لاين. اتمنى لو في حد عنده اي سؤال في اي حاجه فيعني الكونتاكت بتاعي نقدر ان احنا نوصل لبعض بسهوله ان شاء الله، او انت حتى حابين نقدر ان احنا ناخد دلوقتي سكرين شوت من الكونتاكت بتاعي في اي وقت. انا تحت امركم في اي سؤال واهلا بيكم، واتمنى ان انا النهارده اكون قدرت ان انا اوصل لكم اي حاجه، ونشوفكم دايما بخير يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ على جهودك، كانت محاضره جدا ممتعه. ومشكرين جدا لك. الله يكرمك تسلم. شكرا جزيلا يا شباب. السلام عليكم. السلام. شكرا جزيلا جميعا على حسن الاستماع، نلقاكم ان شاء الله في المحاضره.